بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من كان 2019. منذ لحظات قليلة انتهت مباريات الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية. المنتخب السنغالي بيفوز على المنتخب التونسي بهدف مقابل شيء في الوقت الإضافي، ثم أيضا بيفوز منذ لحظات قليلة جدا وفي الدقيقة 94 بيفوز المنتخب الجزائري على منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد، وبالتالي تصعد الجزائر لملاقاة المنتخب السنغالي في الدور النهائي في بطولة كأس الأمم الإفريقية، واحدة من أفضل وأحلى البطولات الحقيقة اللي اتعملت خلال الفترة الأخيرة، نسخة 32. الكل بيتحاكى عن شكل والأداء والتنظيم وكل شيء الحقيقة رائع في المباريات حتى هذه اللحظة، وإن شاء الله إن شاء الله الكل سوف يبهر بحفل الافتتاح، أنا آسف بحفل الختام، حفل ختام يليق باسم مصر وباسم كل الدول الأفريقية المتواجدة واللي حضرت في خلال هذه البطولة. ألف مبروك للمنتخب الجزائري مرة أخرى، يستحق المنتخب الجزائري أن يصل إلى المباراة النهائية منذ أول لحظة، والكل أشاد بمستوى المنتخب الجزائري من أول يوم الحقيقة، ومن أول مباراة لعبها المنتخب الجزائري كلنا قلنا إيه؟ منتخب الجزائر في النهائي، المنتخب الجزائري هيلعب في المباراة النهائية. الكل توقع أن تكون مباراة النهائية ما بين المنتخب الجزائري والمنتخب السنغالي، لأنهم هم أفضل منتخبين حتى هذه اللحظة، أو خلاص بعد انتهاء هذه البطولة فاضل فيها مباراتين، مباراة نهائية تحديد المركزين أيضا الثالث والرابع، هم دول اللي فاضلين، المباراتين اللي فاضلين، وبالتالي منتخب الجزائر يستحق الوصول للنهائي، منتخب السنغالي يستحق، ولكن لم يظهر المنتخب السنغالي من وجهة نظري حتى هذه اللحظة بالشكل اللي احنا كنا مستنيينه، مباراة أو مباراتين أو مباراة ونص مثلا هو اللي عملهم المنتخب السنغالي بشكل جيد. إن شاء الله المنتخب الجزائري يستطيع أن يتوج بهذه البطولة لتكون أفضل ختام الحقيقة أن يتوج منتخب عربي بهذه البطولة. مش هلتفت للبعض اللي بيتكلم على أن أصل في بعض من عشاق المنتخب الجزائري كانوا يعني فرحانين في خروج المنتخب المصري. كل بلد بيبقى فيها دايما فيها ناس اوفر شويه، يعني بيزودوا الموضوع شويه، ولكن الاساس او القاعده الاساسيه ان احنا هنشجع المنتخبات العربيه، هي دي القاعده الاساسيه اللي احنا بنشتغل عليها، وهي دي القاعده الاساسيه. المنتخب الجزائري كنا نتمنى النهارده ان المنتخب التونسي طبعا يستطيع ان يفوز على المنتخب السنغالي ويصعد ويبقى المباراه النهائيه نهائي عربي خالص ما بين المنتخب الجزائري والتونسي، ولكن تشاء الظروف والأقدار أن يصعد المنتخب الجزائري ضد المنتخب السنغالي، ونتمناها يا رب إن شاء الله إن شاء الله بطولة عربية في نهاية الأمر. المنتخب الجزائري يستحق البطولة في بكل الأوجه، عنده فريق مكتمل، عنده 23 لاعب، خدوا بالكم من الكلام، عنده 23 لاعب أي حد فيهم يلعب هيبقى كويس. رياض محرز ظهر في الوقت اللي هم محتاجينه فيه في الدقيقة 94 من الدور قبل النهائي، واستخدم مهارته زي ما محمد صلاح بيعمل مع المنتخب المصري. فاللي أنا بقوله لحضراتكم إن منتخب الجزائري منتخب قوي يستحق أن يفوز بهذه البطولة. منتخب السنغالي منتخب جيد وكل حاجة، خصوصا إن هيغيب عنه واحد من أفضل اللاعبين المدافعين في العالم، كوليبالي سيغيب عن المنتخب السنغالي في المباراة القادمة. كل التوفيق للمنتخب الجزائري، وإن شاء الله إن شاء الله نرى مباراة نهائية تليق بالقارة الإفريقية، وإن شاء الله برضو يبقى في تواجد جماهيري، كل استاد القاهرة يبقى مليان على آخره إن شاء الله في هذه المباراة. طيب ده بداية، هنتكلم أكتر عن المباريات وعن المنتخبات اللي صعدت للدور النهائي والمنتخبات ومباريات اليوم اللي اتلعبت النهارده وعن الاربع منتخبات. عندي فقرتين النهارده، الفقره الاولى هتكون مع دكتور احمد ثابت، هنتكلم فيها عن اهم الارقام والاحصاءات في مباريات اليوم او في مباراتي اليوم، وبعد ان شاء الله في الفقره الثانيه هيكون عندنا نجومنا الكبار، ثلاثه من نجومنا الكبار ان شاء الله هيكونوا معانا عشان نتكلم فنيا بقى عن المباريات اللي اتلعبت النهارده وحظوظ الجزائر والسنغال في المباراه النهائيه. وكالعاده الحقيقه أنا دايماً لما باجي أتكلم مع حضراتكم يعني البرنامج اسمه كان 2019، كل ما بشوف المباريات ولا أجد المنتخب الوطني وبيني وبين نفسي بكون قررت أن أنا
مش هتكلم عن حاجه تخص اتحاد كره القدم. على الرغم من العشوائيه الظاهره جدا واللي انا شرحتها لحضراتكم امبارح. انا شرحت لحضراتكم، كنت محتاج حد يجاوبني بس على الاربع اسئله اللي احنا، مش اللي انا بسالهم ولا النادي الاهلي بيسالهم، كل انديه الدوري الممتاز بتسالهم. حضرتك فتحت يوم 29 القيد المحلي على اي اساس؟ 25 ولا 30؟ اللاعب الاجنبي السوري هيبقى يعامل بمعامله المصريين ولا لا؟ 97 هيبقى عندهم مسابقه ولا لا؟ هتديني فرصه ان انا اسوق اللعيبه اللي انا مش عايزها ولا لا؟ كل ده او اربع اسئله ما فيهاش اي مشكله خالص. ولكن وقلت انا خلاص يا جماعه مش هتكلم بقى اتحاد كره القدم، وخليني اركز في بطوله كاس الامم الافريقيه، هي كلها مباراتين وخلاص وتنتهي البطوله. ولكن فوجئت بتصريح طبعا مهندس ايهاب الهيطه مدير المنتخب الذي ما زال هو مدير المنتخب حتى هذه اللحظه. خدوا بالكم الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده، المهندس ايهاب الهيطه هو مدير المنتخب حتى هذه اللحظه. المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكره القدم السابق المستقيل قبل ما يقدم استقالته قال ان هو اقال الجهاز الفني للمنتخب الوطني. طيب تخيلوا حضراتكم ان خافير اجيري قاعد لغايه دلوقتي هنا في مصر وبيقول لك انا ما حدش بلغني باي حاجه بشيء رسمي. ومش انا اللي بقول الكلام ده بالمناسبه، ده مدير المنتخب اللي المفروض ان هو مقال، لان هو قال لك الجهاز الفني والاداري سوف يتم اقالتهم. مدير المنتخب اللي هو مقال هو اللي طلع قال الكلام ده. مهندس ايهاب الهيطه. طيب هو يا جماعه مش المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري المستقيل قبل ما يطلع او قبل ما يستقيل قال يا جماعه احنا اقلنا الجهاز الفني؟ هو الكلام بقي بس يجب ان يكون هناك مستندات رسميه، يعني لازم الراجل ده يوصله مستند رسمي يقول له حضرتك انتهى العقد اللي بينك وبيننا، اللي بينك وبين الاتحاد المصري. طيب هو فلوسه هياخدها ازاي الشهر اللي جاي؟ طيب هل هياخد الشرط الجزائي ولا مش هياخد الشرط الجزائي؟ يعني هل كل ده موجود ولا مش موجود؟ اللي انا بتكلم فيه مع حضراتكم ده موجود ولا مش هيحصل ولا مش هيحصل؟ ولو هيحصل هيحصل امتى؟ ما تزال العشوائيه مسيطره على كل جنبات اتحاد كره القدم. حتى اخر لحظه في الاتحاد، اخر لحظه في اتحاد كره القدم، وهي المفروض اللحظه الاهم في تاريخ كل واحد فيهم، الاهم من الناحيه السلبيه طبعا او من ناحيه ان هم اتخذوا قرار مهم جدا في حياتهم. لكن انتوا اتحاد كرة القدم مصمم على العشوائية ومصر على الارتجالية الواضحة جدا جدا في كل شيء. أنا مش بتكلم دلوقتي في القايمة ولا بقول لكم الأسئلة، أنا قلت لكم الأسئلة اللي أنا عايز حد يرد عليها في أول البرنامج، ولكن أنا بتكلم دلوقتي على الفلوس اللي هياخدها أجيري. الفلوس اللي هياخدها أجيري دي هل هناك شرط جزائي ولا مفيش؟ الشرط الجزائي مين اللي هيدفعه؟ هل هو الاتحاد المصري اللي هيدفعه ولا مين؟ ما لازم نسأل الأسئلة دي يا جماعة عشان نعرف. طب ولا ممكن يبقى الكلام ده عشان نهدي الناس وأجيري مكمل مثلا يعني؟ هل ممكن الواحد يفكر في كده ولا لأ؟ ممكن جدا كل ده يحصل. ما هو العشوائية شغالة. عشوائية كبيرة جدا وواضحة جدا. فليه لا؟ طيب ما هو اجيري ينتظر ايه اللي بيستنى؟ اجيري مستني ايه؟ مستني ورقه تجيله. لو ما جاتلوش ورقه هيكمل عادي جدا احنا بقى لنا 10 ايام خارجين من هذه البطوله. بقى له 10 ايام، احنا بقى لنا 10 ايام خارجين من البطوله. المهندس هاني ابو ريده استقال تقريبا مع مع الاتحاد بالكامل بعد الماتش بساعتين. بعد ماتش مصر وجنوب افريقيا بساعتين. طيب هو ليه اجيري قاعد لغايه دلوقتي؟ هو ليه ما حدش قاعد معاه من الاتحاد المصري لكره القدم اللي هو ثروت سويلم القائم باعمال رئيس الاتحاد يقعد معاه ويتفق معاه على الامور هتمشي ازاي الفتره اللي جايه؟ هو ده صعب ولا سهل؟ هو انتم بتفكروا يعني هل اللي احنا بنقوله ده يا جماعه كلام صعب؟ هل اللي احنا بنقوله ده كلام مش منطقي برضه؟
أو حضراتكم بقى بتشتغلوا ضد الجماهير أو ضد المواطنين المصريين. ما هو أنا مش لاقي حاجة أقولها. هو الراجل ده قاعد لغاية دلوقتي ليه؟ راجل محترم وشخص محترم وكل حاجة، ولكن أنا بتكلم إن هناك في عقود بيني وبينك. اقعد في مصر زي ما أنت عايز، مصر بتستقبل الجميع. وكسائح بقى، كعايز تتفرج على الماتشات بتاع، لكن ما ملوش أي صفة مع منتخبنا الوطني، ده اللي إحنا عارفينه. أو ده اللي إحنا عايزينه بالمناسبة. ده اللي إحنا عارفينه وده اللي إحنا عايزينه، مش اللي أنا عايزه، اللي مصر كلها عايزاه. لما مدير فني بيرتبط اسمه باسم وكيل هو اللي بيجيب له اللعيبة اللي تلعب مع المنتخب، يبقى يستحق إن هو ما يكونش مدير فني لمنتخبنا الوطني. لما مدير فني للمنتخب يكون كلمته أو اختياراته مش من راسه، يبقى لا يستحق أن يكون مديرا فنيا للمنتخب الوطني. لما يكون مدير فني مش عارف يبقى يعمل تبديلات إلا لما تجيله ورقة أو بتعليمات، يبقى لا يستحق أن يكون مدير فني للمنتخب الوطني. وكلام اللي أنا بقوله ده أنا قلته لحضراتكم قبل كده، ولكن في صورة وقائع أنا قلتها حصلت خلال الفترة اللي فاتت. إلى متى ستظل هذه العشوائية والارتجالية في قرارات اتحاد كرة القدم؟ هنفضل كده لغاية إمتى؟ هنفضل عايشين العيشة اللي إحنا عايشينها دي؟ يا جماعة تخيلوا حضراتكم إن إحنا عندنا قد تكون هناك، أو المرحلة الأولى التي ستبدأ لتصفيات كأس العالم 2022 هتبدأ في شهر 10 اللي جاي، وإحنا النهاردة 14/7، أقل من 3 شهور، أقل من 3 شهور وما عملناش أي حاجة. وهناك تباين في الآراء ما بين المدير الفني الأجنبي والمدير الفني المصري. وفي النهاية أجد تصريح من المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب بيقول فيه إن أجيري قاعد وموجود وعقده شغال. يا نهار، مش مصدق نفسي، والله ما مصدق اللي بيحصل. امبارح بتبعت تقول، أو من كام يوم بتقول إن القايمة يوم 29، أو هنبدأ القيد المحلي من يوم 29. طب حضرتك يعني اتعب شوية وقول أنا هبدأ القيد المحلي يوم 29 على الأسس التالية: 1 2 3 4 أو 5 6 10، عشان الأندية تشتغل، عشان الأندية تشوف هتعمل إيه. ده بالنسبة للأندية بعيدا عن المنتخب. بالنسبة للمنتخب بعيدا عن الأندية بقى، إن أجيري مكمل. أنا بقول لحضراتكم أجيري لغاية دلوقتي مكمل. هو في إيه؟ يا جماعة أجيري لغاية دلوقتي موجود مع منتخب، هو المدير الفني للمنتخب الوطني خافير أجيري. يا سيادة اللواء بعد إذنك، ثروت سويلم راجل محترم جدا، من فضل حضرتك احنا محتاجين نعرف كل الاسئله اللي احنا بنسالها، واللي مش انا اللي بسالها بالمناسبه، انا الناس وهي جايه واحنا رايحين واحنا ماشيين. يا كابتن، هو القيد المحلي ده اتفتح، طب القايمه كام واحد؟ انت تعرف القايمه كام واحد؟ تخيلوا حضراتكم، يعني المفروض ان الواحد يبقى فاهم عارف الكلام ده، احنا ما نعرفوش. في مسؤولين ما يعرفوهوش، لانه اللي بيحط او اللي بيعمل الاساسات دي هو اتحاد كره القدم، أو اللي بيحط اللوائح دي هو اتحاد كرة القدم. 25 ولا 30؟ سوري ولا محلي؟ أجنبي ولا مش أجنبي؟ هنسوق لاعبتنا ولا مش هنسوق لاعبتنا؟ حرس الحدود أو الجونة لو تفتكروا. الموضوع يا جماعة بجد. وبعدين دلوقتي اللي أنا شايفه في تصريحات أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم اللي استقالوا، يعني إن كل واحد فيهم بيحاول إن هو ينط، ممكن حد واحد بس نختلق له العذر، وأنا مش عايز أقول مين، لأنه يعني أقرب واحد جه أو أقرب اتنين جم هما كابتن أحمد شوبير والأستاذة دينا رفاعي، هما دول أقرب اتنين جم، ما لحقوا يعني على قد ما يقدروا حاولوا. ليهم عليهم مسؤولية؟ عليهم مسؤولية طبعا، ولكن مسؤولية أقل من بقية أعضاء الاتحاد. مسؤولية أقل من بقية أعضاء الاتحاد طبعا، سواء الكابتن أحمد شوبير أو دينا رفاعي. لكن الباقي يا جماعة مش كده. الناس، المواطن المصري بيفهم كويس جدا،
وعارف ان حضراتكم في النهايه مسؤولين مسؤوليه تامه بجانب اللاعبين واختيارات الجهاز الفني، واللاعبين مسؤولين مسؤوليه تامه على اللي حصل، على الفضيحه اللي حصلت، على الكارثه اللي حصلت. كل ما اقعد اتفرج على الماتشات والله الواحد بيتضايق وبيزعل، بيتضايق وبيزعل جدا من اللي بيحصل واللي بنشوفه. والمفروض النهارده او يوم 19 ان كان من المفترض ان يمتلئ استاد القاهره بالكامل لمؤازره المنتخب المصري، ولكن لان هناك مصالح شخصيه ولان هناك اختيارات على حسب القرب من القلب، القرب من القلب هي اللي خلتنا نصل الى هذا الشكل. وفي الاخر دلوقتي كله بيتنصل، تيجي تتكلم مع حد يقول لك ايه؟ انا مالي؟ مش انا، ده فلان. تيجي تسال فلان، وبيني وبينكو على الرغم من حبي الشديد واحترامي الشديد للمهندس هاني ابو ريدة، انا بالمناسبه بحبه جدا مهما اتقال، انا بحب هذا الرجل جدا وبحترمه جدا. ولكن هو السبب في كل شيء، عارفين هو السبب ليه؟ هو راجل عقليه اداريه كبيره جدا، ولكن ساب اللي حواليه اللي حضراتكم عارفينهم بالاسم واللي الناس كلها عارفاهم بالاسم، هم اتنين عاملين بيعملوا كل حاجه. بيعملوا كل حاجه. بدون الرجوع للمهندس هاني ابو ريده. فانا مش هخلي المهندس هاني ابو ريده من هذه المسؤوليه، لانه راجل اداري قوي جدا وكبير جدا بالنسبه لي على الاقل، انا بقول لحضراتكم حقيقه انا شفتها بعيني. ولكن في النهايه هو رئيس المنظومه. هو رئيس منظومه كره القدم في مصر. وهو اللي ادى الاثر او ادى الناس ان هي تشتغل براحتها. بدون ان محدش بيعاقبهم او محدش بيتكلم معاهم. فانا ما بعفيش اي حد هيطلع يقول ان هو مش ملوش علاقه، حتى كابتن احمد شوبير ودينا الرفاعي الاثنين، وكابتن دينا الرفاعي الاثنين برضو عليهم مسؤوليه، على الرغم من قصر المده اللي عملوها او اللي كانوا متواجدين فيها في الاتحاد المصري لكره القدم، ولكن عليهم مسؤوليه، ولكن مسؤوليه اقل من بقيه اعضاء الاتحاد. الناس كلها دلوقتي بتنط، كله عايز يخلع بقى. لكن حتى مهما تقولوا ومهما تعملوا، صدقوني الشعب المصري او الجمهور المصري لن ينسى ما حدث في كأس الأمم الأفريقية 2019، المنظمة بهذا الشكل الرائع، بهذا الجمال، بهذا الأسلوب، لأول مرة تقنيات كبيرة جدا وكثيرة جدا وحاجات كثيرة جدا حلوة. والشعب المصري مش هينسى التنظيم والشكل ده، وايضا مش هينسى ان اسوأ ما فيها كان منتخبنا الوطني. انا اسف ان انا بقول هذا الكلام، ولكنها الحقيقه. اسوأ ما في هذه البطوله هو الشكل اللي ظهر بيه منتخبنا الوطني، باستثناء 3 4 5 لاعبين بالكثير. بقيه اللاعبين يعني مش عايزين نتكلم عن اللاعبين، لان الواحد كان في موقف، في مواقف كثيره زي دي، وعارف قد ايه الواحد بيبقى مجروح في هذه الاوقات. كفايه ان انتوا حرمتوا الشارع المصري من الفرحه اللي كانت المفروض تبقى متواجده دلوقتي. عمر ما حد هينسالكوا كلاعبين وكجهاز فني، كل الجهاز الفني بالمناسبه، كل الجهاز الفني كلاعبين وكجهاز فني وكمسؤولين عن اتحاد كره القدم استقالتوا، ودي شجاعه الحقيقه وانا بحييكوا عليها، مفيش مشكله، ولكن ما حدش هينسى اللي اتعمل في هذه البطوله. حاجه حلوه جدا قصادها حاجه وحشه جدا. واللعيبه بالمناسبه او معظم اللاعبين اللي عندهم، يعني انا عايز امسك لساني شويه، انا اسف، معظم اللاعبين اللي متواجدين حاسين ان هم كانوا وحشين، حاسين ان هم كانوا لا يستحقوا الصعود، حاسين ان هم ما كانوش هيوصلوا، وعارفين ان هناك اخطاء كثيره جدا جدا. تخيلوا اتحاد كره القدم او المشرف على الاتحاد المصري لكره القدم، رئيس الاتحاد في ذلك الوقت المهندس هاني ابو ريده والمشرف على الكوره، تخيل خدوا قرار ان هم يستبعدوا لاعب ويرجعوه في اقل من 24 ساعه، بغض النظر عن اللاعب ده عمل ايه ولا ما عملش ايه، ولكن انا خدت قرار بالاستبعاد اقل من 24 ساعه رجعته لما طلع اعتذر. عمري ما شفتها ولا هشوفها في تاريخ الاتحاد المصري، واحد من اقدم الاتحادات ومؤسس الاتحاد الافريقي لكره القدم. فاللي انا عايز اقوله لحضراتكم ان انا مش هسكت، أنا مش هسكت عن أي عشوائية أو ارتجالية
بتتقال او بشوفها في اتحاد كره القدم. الفتره القادمه فتره صعبه، عايزين نعرف خفير اجيري مكمل ولا ايه؟ تضحكوا علينا ولا تضحكوش علينا؟ انتوا قلتوا لنا خفير اجيري تمت اقالته، فين الاستقاله او فين الاقاله؟ ابعتوا له ورقه قولوا له انت او حد يقعد معاه ويخلص معاه المواضيع دي، وتطلعوا تقولوا للشعب المصري ان تمت اقاله خفير اجيري رسميا. ورسميا دي حطها ما بين 100,000 قوس، لان هو الراجل مش هيتعامل غير بورق الرسم، مش بالكلام، مش بقى يعني. ف بالمناسبه هو يعني انا دلوقتي كنت قاعد بتكلم على ان الفارق ما بين المدير الفني الوطني والمدير الفني الاجنبي. المدير الفني الاجنبي وهو بيتكلم ازاي، او هو بيغني السلام الوطني، تلاقيه ما بيعرفش يغني السلام الوطني. هل من الممكن ان نرى مديرا فنيا اخر اجنبي للمنتخب خلال الفتره اللي جايه، ولا هنشوف مدير فني مصري؟ ده اللي احنا مش عارفينه، وده اللي لازم نعرفه. بالمناسبه انا عارف ان هي ملفات كتيره جدا، ولكن من المفترض ان اتحاد كره القدم بتديره لجان. اللجان دي ما زالت موجوده وما زالت بتعمل تحت قياده اللواء ثروت سويله، فلازم اللجان دي تشوف اللي احنا بنتكلم فيه. اللجنه القانونيه تبتدي تطلع حد مع اللواء ثروت يروح يقعد مع خفير اجيري ويديله الورقه بتاعته. اللجان الثانيه تطلع تقول لنا القوائم المحليه على اي اساس، وتقول لنا الاساسات او الدوري اللي جاي هيتلعب ازاي. اللجنه اخرى يعمل لجنه فنيه لاختيار المدير الفني. عندك علماء وعظماء في عالم كره القدم، كابتن فتحي نصير واحد منهم، كباتن الكبار اللي موجودين كلهم هنا وغيرنا وفي كل حته هتلاقي موجودين ناس كتير. اعمل لجنه فنيه تختار مدير فني، هي اللي تختار مدير فني مصري ولا اجنبي. هو ده اللي عايزين نشوفه، هو ده اللي عايزين الناس تبتدي تتحرك شويه. لكن هنفضل كده وهنفضل بهذا الشكل، وانا هفضل اتكلم كل يوم، ما عنديش مشكله. انا ما عنديش مشكله بالمناسبه، وهتكلم وهخلي الناس تقول الفنيات في المباريات وكل شيء، ولكن هنتكلم عن العشوائيه والارتجاليه التي ما تزال موجوده حتى الان في اتحاد كره القدم. انا مش عارف لغايه امتى هنفضل كده، مش عارف الموسم اللي جاي هيبدا ازاي، مش عارف خفير اجيري مكمل ولا مش مكمل، مش عارف مين المدير الفني القادم لمنتخبنا الوطني. هل انتوا بتضحكوا علينا ولا بتضحكوش علينا؟ انا واحد من الناس مش عارف الكلام ده، وبتكلم بلسان الشعب او كثير من الناس اللي انا بقابلهم. مش هتكلم بلسان شعب ولا حاجه، لكن انا بتكلم بلسان الناس اللي انا بقابلهم، كل الناس في الشارع هنا 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 في اي حته بيكلمونا بيقولوا لنا نفس الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم. انا دوري ان انا اوصل الكلام بتاع الناس، فمن فضل حضراتكم حد يطلع يقول لنا ماذا سيحدث خلال الفتره اللي جايه، او نجد اجابات وافيه من خلال العمل. محدش يطلع يرد ماشي، لكن محتاجين اجابات وافيه عن الكلام اللي احنا بنساله. طيب هنتكلم زي ما قلت لحضراتكم النهارده، عندي فقره مع دكتور احمد ثابت هنتكلم فيها عن الارقام والاحصاءات في المباراتي اليوم، مباراه المنتخب السنغالي مع المنتخب التونسي، وكيف فاز المنتخب السنغالي على المنتخب التونسي، ايضا مباراه المنتخب الجزائري مع منتخب نيجيريا، والصعود للمباراه النهائيه، والجزائر تستحق بالفعل، وان شاء الله يكون المنتخب الجزائري هو صاحب هذه البطوله او الحاصل على هذه البطوله. هطلع فاصل وهستقبل دكتور احمد ثابت في الفقره الاولى نتكلم عن مباراتي اليوم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في الفقره الاولى في حلقه اليوم كان 2019 دكتور احمد ثابت. هنتكلم عن مباراتي اليوم، وان شاء الله نشوف حاجه مهمه جدا، ارقام اليوم الحقيقه قد ايه تاثير اللاعب الرائع، اللاعب الجيد، قد ايه تاثير المدير الفني مع لاعبته.
ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. مبارك ايه؟ تحياتي ليك يا كابتن اسلام ودايما متالق منور. ربنا يخليك. دكتور احمد، النهارده مباراتين، خلينا نبدا بالمباراه الاخيره، مباراه الجزائر، لو جاهزه طبعا. مباراه الجزائر لان لسه خلصانه من شويه. مباراه الجزائر ان دلت فانها تدل على ان هناك مدير فني، هناك لاعبين يتحملوا المسؤوليه، عندهم شخصيه قويه جدا جدا جوه الملعب، ما بيعتذروش من خلال اعلانات. طبعا في البدايه مبروك لمنتخب الجزائر وشعب الجزائر. انا شايف ان شخصيه البطل موجوده في منتخب الجزائر صراحه، بيفكروني من اول البطوله بمنتخب مصر 2008 مع كابتن حسن شحاته. برافو عليك. نفس الاداء، نفس الروح، نفس العزيمه، منتخب محترم قوي، بيقدم احلى وامتع كوره من اول البطوله. كمان خضعوا لاختبارات قويه، يمكن هم عدوا السنغال في دور المجموعات، عدوا كوت ديفوار، عدوا نيجيريا، عدوا منتخبات تقيله. يعني بصراحه انا ما شفتش منتخب بيأدي بالجمال ده والمتعه دي. اولا انضباط زي ما حضرتك قلت، جمال بالماضي المدرب الجزائر افضل مدرب في البطوله حتى الان، حتى لو خسروا النهائي، لكن هو بصراحه افضل مدرب في البطوله. واضح جدا الانضباط التكتيكي اللي موجود على منتخب الجزائر، واضح ان في سرعه تحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، واضح ان هم كمان بالارقام هم اقوى خط هجوم في البطوله، مسجلين لغايه دلوقتي 12 هدف، يمكن هم كمان على المستوى الدفاعي تاني اقوى خط دفاع بعد السنغال، دخل فيهم هدفين. اكتر منتخب صنع فرص في البطوله، اكتر منتخب صنع فرص خطيره. معلش بعد اذنك يا دكتور تقول لنا الارقام دي تاني عشان الناس يعني هم ليهم اربع ارقام مميزه جدا. اول حاجه هم اقوى خط هجوم في البطوله، مسجل منتخب الجزائر 12 هدف. تاني اقوى خط دفاع في البطوله، دخل شباكهم هدفين بس. ثالث رقم ان هم اكتر منتخب صنع فرص خطيره، 19 فرصه، دليل ان الفريق ده عنده شراسه هجوميه كبيره. واكتر منتخب كمان ضيع فرص، يعني اكتر منتخب صنع فرص واكتر منتخب ضيع فرص. صنعوا 19 فرصه واهدروا 13 فرصه خطيره. منتخب بيتميز بالضغط العالي، يمكن لو شفنا التشكيل اللاعب يغيب زي يعني يوسف عطال لما غاب نزل مكانه مهدي زفان، ما حسناش بفرق، يعني تحس ان الفريق عندهم فرقتين. النهارده الجمال بالماضي حتى لما هم اتعادلوا في الدقيقه 1-1 تحس ان هم قاعدين عندهم الثقه ان انت ممكن تجيب جون في اي وقت. دي شخصيه البطل موجوده في منتخب الجزائر، لدرجه ان هو وصل للدقيقه 90 وما كانش عمل ولا تبديل ولا تغيير، دليل ان هو واثق في اللعيبه اللي موجودين. لا إن هم وواثق في ان هو لما هينزل حد هيصنع الفارق. هم عندهم كمان افضل بديل في البطوله، عندهم بصراحه افضل حارس، عندهم اسلام سليماني وياسين الابراهيم، وعندهم 3 4 5 لعيبه طبعاً. الصغير ادم والناس، ادم الجناح والناس. الجناح بتاعه الثلاث لعيبه دول افضل بديل في البطوله، يغيروا كل شيء. ده محمد ناجي جده الجديد. يعني محمد ناجي جده 2008، لا ادم والناس مع منتخب الجزائر. لكن لو شفنا التشكيله، رئيس مبولحي في حراسه المرمى، الاثنين المساكين عيسى مندي وجمال بالعمري. جمال بالعمري ده افضل مدافع في البطوله، اكتر مدافع عمل تاكلنج صحيح اللي هو ناحيه الشمال، اللي هو افضل مدافع في الدوري السعودي، واحد من افضل المدافعين في البطوله. رامي بن 70 الباك ليفت، مهدي زفان اللي هو في الباك يمين اللي بيلعب مكان يوسف عطال، الثلاثه الارتكاز عدلان قديوره، وده النهارده كاسحه الغام في وسط الملعب. فاز بكام؟ فاز ب 12 التحام من 14. ومع مين؟ مع منتخب نيجيريا اللي هم عندهم اقوى خط وسط في افريقيا، ايتوبو والفريد نديدي، يعني واحد ستوك سيتي وواحد ليستر سيتي، وقدامهم ايوبي كمان. الاثنين اللي في اللي قدام اسماعيل بن ناصر اللي خلاص رايح الميلان، ده واحد من افضل اللعيبه قوي قوي قوي، وليه كوره في البطوله دي بصراحه. هو اكتشاف البطوله بالزبط. يعني اكتشاف البطوله اسماعيل بن ناصر، ويستحق فعلا يروح الميلان. اللي جنبه بقى في جولي، في جولي ده كان ليه دور مهم جدا 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 النهارده، غير المستوى الهجومي المستوى الدفاعي، ان هو يعني غير عدلان كاديورا، ان هو الثلاثه الارتكاز دول بالظبط بيلعبوا مان تو مان، ده الانضباط التكتيكي بتاعهم. هو النهارده كان عامل كده نفس الشكل ده، الثلاثه حتى معانا صوره لو عرضناها هنلاقي ان ده المان تو مان اللي هو الايتوبو والفريد نديدي، هتلاقي الاثنين دول واقفين عليهم اللي هو فيجولي واسماعيل بن ناصر، ومن ورا عدلان كاديورا. عدلان كاديورا ده من وجهه نظري النهارده ادي الصوره اهي. بص يا كابتن اسلام، بص الانضباط، كل لاعب معاه المان بتاعه. اخر لاعب على الصوره ناحيه الشمال ده اخر لاعب على الصوره خالص اللي هو عدلان كاديورا، مع مين؟ مع ايوبي. ايوبي صنع العاب نيجيريا ونجم الارسنال. مان تو مان النهارده من وجهه نظري ان عدلان كاديورا ده افضل لاعب في المباراه. ان انت ممكن اللعيب اللي هو قاطع الكرات اللي في وسط الملعب ده ما تحسش بدوره، تحس مثلا بدور رياض محرز اللي هو جايب جون ومتسبب في هدف، تحس بدور يوسف البلايلي، ولكن عدلان كاديورا قدم مباراه كبيره جدا جدا جدا. فاز ب 12 التحام من 14 التحام، ابطل مفعول خطوره ايوبي اللي هو صانع العاب منتخب نيجيريا. المان تو مان اللي كانت معموله في الثلاثه على الثلاثه دول بصراحة أقوى خط وسط في البطولة، خط وسط منتخب الجزائر. عارف ليه يا دكتور؟ معلش أنا طبعا اتفضل.
محروق شويه او شويتين ثلاثه اربعه، لانه عنده مدير فني اتفرج على منتخب نيجيريا فشاف ان ده اقوى خط وسط، وبالتالي طبعا محتاج ان ده بغداد ينزل شويه او في جول ينزل يخش تحت شويه يقفل على ايوبي وعلى بقيه اللاعبين اللي انت بتتكلم عنهم. صح. وبالتالي في مدير فني بيفكر بيذاكر، في مدير فني يستحق ان هو ياخد 60,000 يورو، 60,000 يورو اللي بياخدهم بياخدهم كلهم كلهم ويستحقهم الحقيقه، وبالتالي ده مدير فني يستحق ان يبقى افضل مدير فني في هذه البطوله وافضل مدير فني في افريقيا حتى هذه اللحظه. طبعا. على الرغم ان هو من المنتخب او يعني من الجزائر، يعني مش اجنبي ولا حاجه. تاكيدا كمان لكلام حضرتك، لما لعبوا السنغال في دور المجموعات بغداد بونجاح كان بيلعب مان تو مان على كولوبالي اللي هو اكتر لاعب اكتر مدافع في البطوله بيحضر هجمه، فده برضه تاكيد ان هو بيذاكر الخصم بصوره كويسه جدا. يمكن رياض محرز النهارده يستحق برضه واحد من افضل اللعيبه، مسجل هدف حاسم، شخصيه اللعيب الكبير اللي بتبان في الدقيقه بلس زائد 95 ان هو دور القياده بتاعته ان انت تسجل ضربه ثابته في الدقيقه دي شخصيه لاعب كبير، غير ان هو متسبب في الهدف الاول بعد مراوغه جميله جدا. يوسف البلايلي دوره النهارده بشوف ان يوسف البلايلي واحد من افضل اللاعبين في منتخب الجزائر على مدار البطوله. يوسف البلايلي ممكن ما تحسش بيه ولكن هو اكتر لاعب صانع فرص في منتخب الجزائر، صنع اربع فرص النهارده، اكتر لاعب في دوره نص النهائي كله يوسف البلايلي. اربع فرص في مباراه واحده، رقم كبير جدا بالنسبه ليوسف البلايلي. يوسف البلايلي مثال انت ازاي تبقى عندك عزيمه واصرار، لان هو كان تعرض لموقف في الايقاف بسبب المنشطات، وتعرض ان هو تم ايقاف 4 سنين وبعد كده تم تخفيضها لسنتين، بعد كده راح الدرجه الثانيه في فرنسا ومنها للترجي التونسي، وحاليا من افضل الاجنحه المؤثره جدا مع الترجي التونسي كلنا بنشوفه يعني. قدام بغداد بونجاح هو رغم ان هو بيضيع في البطوله اخر ماتشين بصراحه ضيع فرص كتير، ولكن ليه دور تكتيكي مهم جدا في الضغط على المدافعين. يعني اقول لحضرتك مثال النهارده، المدافع بتاع اللي هو امورو ده اللي هو بيلعب في تشيلسي مدافع نيجيريا، انا انزلها على طول يا سمير لو سمحت، مدافع امورو اللي هو مدافع نيجيريا ده عنده رقم مميز ان هو المدافع الوحيد في البطوله ان ما فيش ولا حد عدى منه، يعني فيش ولا واحد روغه. النهارده بغداد بونجاح روغه ده كسر له الرقم ده، ده دليل ان مهاجم قوي جدا مهاجم بغداد بونجاح. على فكره في شويه ارقام كده مميزه لبعض المدافعين، يعني كولوبالي مدافع السنغال اكتر مدافع في البطوله حتى الان عامل تمرير طولي اللي هو مدافع السنغال، اكتر مدافع فاز بالالتحامات كولوبالي برضه مدافع السنغال. بالنسبه لجمال بالعمري اكتر اللي هو مدافع منتخب الجزائر اكتر مدافع عامل تاكلينج صحيح، هيلعب الماتش اللي جاي ودي على فكره هتدي افضليه كبيره جدا جدا لمنتخب الجزائر ان انت افضل مدافع في القاره الافريقيه هو كولوبالي مدافع السنغال مظبوط اللي هو مدافع نابولي واللي مطلوب من ريال مدريد، مش هيغيب عنهم وهيدخل مكانه سليف سانيه اللي هو مدافع شالكه، فده برضه مش هيبقى زيه خالص، هتدي افضليه كبيره باذن الله لمنتخب الجزائر. يعني زي ما قلنا منتخب الجزائر بشوف ان هم بيطبقوا الضغط العالي بصوره ممتازه جدا على المدافعين باسلوب اللعب، عندهم ميزه ان انت سرعه استخلاص الكوره، عندهم انضباط تكتيكي واضح جدا في وسط الملعب، الضغط النهارده ابطاله مفعول ايوبي، ما شفناش ايوبي بسبب الضغط الدائم سواء من الاطراف او من وسط الملعب زي ما احنا شايفين كده، عاملين ضغط عالي مميز جدا، سرعه استخلاص الكوره عندهم كمان سرعه ما تحسش ان نيجيريا مستحوذه، لا يستخلصوا الكره بسرعه جدا، سرعه تحول من الدفاع للهجوم، شراسه هجوميه واكدناها بالارقام ان هم اقوى خط هجوم واكتر منتخب صانع فرص واكتر منتخب اهدر فرص، منتخب يستحق التحيه والاحترام. وفي نفس الوقت برضو لما بيغيب لعيب من عندهم ما تحسش ان اللعيب البديل بتاعه اقل منه، زي ما قلنا يوسف عطال الباك اليمين غاب، النهارده مهدي سيفان قدم مباراه كبيره جدا، المساك عندهم افضل مدافع في البطوله مع كولوبالي، المنافسه هتكون ما بينه وما بين كولوبالي جمال بالعمري، وكولوبالي طبعا هيبقى موقوف على المباراه النهائيه. عندهم افضل لاعب ارتكاز في البطوله حتى الان عدلان كاديور، عندهم اسماعيل بن ناصر مفاجاه البطوله، عندهم فجولي، عندهم جناحين مميزين قوي، رياض محرز واحد من افضل اللعيبه اللي عندها شخصيه، ويوسف البلاي اللي بيصنع فرص كتير جدا، بغداد بونجاح واحد من افضل المهاجمين، وكمان الدكه زي ما حضرتك قلت الدكه عندهم قويه جدا، اسلام سليماني، ادم قناس، لعيبه مميزه كتير جدا. يعني لو شفنا بقى الاحصائيات بتاعه المباراه بصفه عامه هنستعرضها، هنلاقي يمكن هم ادي قدامنا الاحصائيات اهي، الاستحواذ بتاع منتخب الجزائر كام، انا مش شايف، 51% منتخب نيجيريا والجزائر 49%. المحاولات على المرمى المنتخب نيجيريا 11 محاوله منهم 4 اون تارجت بس، منتخب الجزائر 9 محاولات منهم 7 اون تارجت، فده رقم كويس بياكد لك ان هم المحاولات الصحيحه عندهم كتير. الضربات الركنيه ما كانتش كتير، 2 بس لنيجيريا وواحد للجزائر.
الفاولات بتاعه منتخب الجزائر، ارتكبوا فاولات كتير 20 فاول، ده دليل ان هم بيستخدموا اسلوب الضغط العالي، بيحاولوا ان هم يفتكوا الكره بسرعه، فعشان كده معدل الفاولات عندهم اكتر. نكمل نبص الصوره اللي بعدها، هنلاقي برضو بقيه الارقام، هنلاقي ان هم صنعوا منتخب الجزائر اللي على الشمال ضيعوا فرصتين، بيجي تشانس دي اللي هي ضيعوا فرصتين محققين، بغداد بنجاح هو اللي مضيعهم، منتخب نيجيريا ما ضيعش ولا فرصه محققه. اذا فوز عادل، لما المنتخب الجزائري يروح كده ويعني بالفوز ده، لا فوز عادل بالارقام. هنلاقي ان برضو معدل التمريرات بتاعت نيجيريا اكتر، عاملين 394 تمريره، هنلاقي ان العرضيات بتاعت منتخب الجزائر اكتر، هنلاقي ان التمرير الطولي عند الجزائر اكتر، عاملين 80 تمريره طوليه، عاملين 13 عرضيه، حتى المراوغات الناجحه عاملين 8 من 12 مراوغه. اذا الارقام كلها لصالح منتخب الجزائر، سواء ارقام سواء نتيجه سواء مدرب سواء انضباط تكتيكي سواء سرعه التحول من الدفاع للهجوم، سواء على المستوى الهجوم هم اقوى خط هجوم. منتخب الجزائر للامانه يستحق التحيه ويستحق اللقب. تمام. ايضا خلينا النهارده نتكلم عن مباراه ثانيه، مباراه المنتخب السنغالي والمنتخب التونسي. معرفش يا احمد، انا من وجهه نظري ان المنتخب السنغالي حتى هذه اللحظه لم يظهر بالمستوى اللي يعني الوجه المرعب للمنتخب السنغالي من دلوقتي، هو على الرغم من ان هو في النهائي يعني. الحقيقه ان منتخب السنغال في خلال الفتره بتاعته يمكن هم ما قابلوش منافس قوي قوي عكس منتخب الجزائر. منتخب الجزائر قابل نيجيريا، قابل كوت ديفوار، قابل حتى السنغال. يعني السنغال حظه حلو ان القرعه بتاعته كانت مسهله له قوي النهائي، وحتى ده اللي احنا قلناه من دور ال 16 ان السنغال اقرب للوصول للنهائي بسبب سهوله الطريق نوعا ما. ولكن النهارده منتخب تونس قدم افضل احسن مباراه ليه من اول او تحديدا الشوط الثاني لمنتخب تونس، احسن مباراه او احسن شوط لمنتخب تونس من اول البطوله الشوط الثاني. يمكن دايما بنقول ان المباريات دي اهم جمله او اهم كلمه في المباريات دي تحديدا، ان المباريات دي بتلعب على التفاصيل الصغيره. مباريات نص النهائي سواء كاس امم سواء دوري ابطال افريقيا سواء كاس عالم، المباريات دي بتلعب على التفاصيل الصغيره. ايه التفاصيل الصغيره؟ تستغل خطا، تستغل خطا حكم، ضربه ثابته، ضربه ركنيه، ده اللي بيحصل في المباريات دي. يعني احنا شفنا النهارده الفار كان ليه دور كبير جدا، يعني سواء في مباراه تونس او في مباراه الجزائر، الفار برضو من الحاجات اللي يعني التفاصيل الصغيره دي هي اللي بتفرق في المباريات ديت. يمكن منتخب تونس دخل فيهم في البطوله اربع اهداف منهم ثلاثه اهداف ذاتيه هم اللي جايبينها في نفسهم. يعني دي حاجه غريبه جدا، منتخب بحجم تونس بيدخل فيهم اربع اهداف منهم ثلاث اهداف من اهداف ذاتيه. وجهه نظري ان هم عندهم مشكله في حراسه المرمى. المعز حسن مش يعني بيلعب في الدوري الفرنسي، ولكن تسبب في اخطاء كتير جدا لمنتخب تونس. النهارده يمكن منتخب تونس كان بيلعب بالاربعه 3 3، التشكيل بتاعهم المعز حسن في حراسه المرمى، ديلان برون اللي هو جاب الجون في نفسه، ياسين مرياح. ياسين مرياح عنده رقم مميز في البطوله ان هو اكتر مدافع شتت الكوره، ده الرقم المميز. محمد دراجر داخل كباك يمين. يا عيني اتقطع النهارده. هقول لحضرتك بقى الجمله اللي بتتلعب اللي قال يوسفيه محفظهم جمله بتتلعب دايما من الناحيه دي، عشان كده غياب يوسف عطال برضو هيفرق في مباراه النهائي. يعني كانوا محتاجين يوسف عطال تحديدا عشان ساديو ماني ويوسف سبالي. الجبهه دي قويه قوي عند منتخب السنغال. والباك اليمين عندهم الثلاثه الارتكاز، الياس سخيري ودخول النهارده ايمن بن محمد اللي هو لعيب الترجي التونسي، وفرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك، قدام وهب الخزري وطه الخنيسي ويوسف المساكني. على العكس منتخب السنغال برضو كان بيلعب بنفس الطريقه 4-1-4-1، طريقتهم المعتاده. في حراسه المرمى الفريد جوميز اللي هو من افضل الحراس في البطوله حاليا، شيخو كوياتي وخليلو كولوبالي، الباك ليفت يوسف سبالي، الباك اليمين جسامه، ادريسا جاييه وهنري سافيه وبادون داي، ثلاثه ارتكاز، ساديو ماني ودياتا وموباي نيانج، ده تشكيل منتخب السنغال. يمكن منتخب السنغال بقى عندهم جمله متحفظه. ايه الجمله المتحفظه؟ ادي الباك ليفت اهو، وادي الايه؟ وادي ساديو ماني على منتخب الجزائر. الجمله بتتلعب ان ساديو ماني بالظبط بيعمل كده، بيخش لجوه ياخد معاه الباك اليمين ويفضي الحته دي ديت ليوسف سبالي. صح، عشان كده مثلا هتلاقي ان بادون داي اهو مثلا بيجي هنا اللي هو الارتكاز بيعمل التمرير الطولي على طول لمين؟ ليوسف سبالي. ليه؟ لانه التركيز كله على ساديو ماني. ساديو ماني بيسحب يعني بيسحب اللي هو الباك اليمين والارتكاز والمساك ده وياخدهم معاه، فبيبقى في مساحه فاضيه، الحته دي كلها بتبقى فاضيه. ما بيعملش كده لوحده، اكيد المدير الفني. المدير الفني طبعا عنده مدير فني، بس الجمله دي متحفظه، يعني حتى من ايام كاس العالم لمنتخب السنغال مع اليو سيسي متحفظه، ان انت ساديو ماني بياخد معاه الباك اليمين ويوسف سبالي اللي هو الباك الشمال بتاع بوردو الفرنسي بتلاقيه منطلق.
عشان كده يوسف سبالي لو بصيت على ارقامه هتلاقي ان هو اكتر لاعب او اكتر مساك تقدم وعمل محاولات على المرمى، عامل ثلاث محاولات. تخيل لما باك يعمل ثلاث محاولات اكتر من المهاجم مثلا، ده دليل ايه؟ دليل ان في جمله متحفظه من عندهم، ان ساديو ماني بيخش، ودي جمله نلاحظها حتى في المباراه النهائيه، ان هو بيخش للعمق وبيسحب معاه الباك اليمين عشان يسيب الفجوه وراه للباك الشمال يوسف سبالي يقدر ان هو يستغلها. يمكن التغييرات بتاعتهم بتاعت السنغال كانت بتعتمد شويه على التنشيط، نزل دياني مكان نيونج اللي هو المهاجم بتاع جالاتا سراي اللي جاب 30 هدف. طيب معلش يا دكتور، خلينا واحنا بنتكلم او بعد ما نخلص كلامنا عن المنتخب السنغالي، خلينا نطلع قبل ما نكمل كلامنا لاسبانيا. طبعا هنطلع اسبانيا نتمشى هناك شويه في اليكانتي ونشوف كريم احمد ومعاه نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني كابتن احمد فتحي، هيقولوا لنا ايه. اتفضل يا كريم، ويعني احنا معاك على الهواء مباشره. تحياتي ليك يا كابتن اسلام، برحب بيك طبعا في البدايه وبكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. مسهرين الكابتن احمد فتحي والله يا كابتن اسلام، ويعني بص يعني احمد فتحي هتلاقي عينيه احمرت. قول له استاذ يقول لك عينيه احمرت عشان كابتن احمد فتحي يكون بيقول لك انت عينيك احمرت. انا عايز انام. عايز ينام يا كابتن اسلام. يعني بصراحه الاول بنوجه الشكر للكابتن احمد ان هو لبى الدعوه بصراحه، بقى لنا يومين يا كابتن اسلام بنجري ورا الكابتن احمد، بس فعلا لينا الشرف اكيد الجوكر يكون معانا، واحد من النجوم اللي النادي الاهلي، الاصرار والجديه والعزيمه وكل الكلام اللي ممكن تقدر تقول عليه على كابتننا الكبير، واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن احمد فتحي. برحب بيك يا كابتن احمد، وتحيات اكيد الكابتن اسلام الشاطر. كابتن اسلام ازيكم، عاملين ايه؟ كابتن عامل ايه؟ هو القايمه جميله يا كابتن اسلام. اكيد كابتن احمد في البدايه طبعا عايز اكلمك بشكل عام على المعسكر، انت واحد من نجوم النادي الاهلي وكباتن النادي الاهلي، موسم استثنائي ومرحله استثنائيه، والموسم ده او المعسكر ده بالتحديد يا كابتن احمد ليه حسابات خاصه بالنسبه لكم وبالنسبه لكل لعيبه النادي الاهلي. كلمني على المعسكر، الاجواء، الدوافع عند لعيبه النادي الاهلي عامله ازاي؟ لا يعني فيكتوريا لا يعني هو المعسكر معسكر هايل الصراحه، من احسن معسكرات اللي انا طلعتها. هو يعتبر بري سيزون، يعني انا مش فاهم هو بري سيزون ولا نهايه سيزون ولا بدايه سيزون، ولكن في الاخر يعني خدنا جائزه، بدانا نتمرن كويس، كل فرقه بتمرن كويس الصراحه. بنفنش موسم اخر ماتشين، لكن في الاخر برضه هنبتدي موسم جديد، فكل الناس مركزه طبعا اكيد، لكن من لسه اجواء الماتشات يعني مش داخلين فيها قوي طبعا، بطوله افريقيا لسه بتتلعب، فممكن البطوله لما تخلص تبدا الدنيا تتسلط شويه على الدوري، فيبدا تبدا الدنيا تتغير شويه، لكن كفتره اعداد عاملين فتره اعداد كويسه، كل حاجه كويسه الصراحه، من احسن فترات الاعداد اللي انا عملتها، ان شاء الله ربنا يكملها على خير ان شاء الله السنه دي. تدرج مميز في مستوى المباريات الوديه يا كابتن احمد، وده مطلوب اكيد في المعسكرات، لان احنا زي ما بنقول الموسم الاستثنائي وتكمله موسم مش محتاج ان انت تلعب فرق قويه وتكسب سكورات كبيره، لكن كسبنا اول مباراه بشكل كبير، استفدنا جرعه فنيه كويسه جدا، المباراه الثانيه اكيد كان ليها اهميه، المباراه الثالثه هي اللي هنفنش بيها المعسكر. بتشوف المباريات الوديه بخبرتك الكبيره يا كابتن احمد ازاي؟ هو الماتشات الوديه في الاخر يعني انت بتستفاد، يعني انت في فتره اعداد لازم تلعب ماتشات، الماتشات بتجيب الريتم شويه، لكن مش شرط صغيره كبيره، اهم حاجه انت عايزين من الماتش، فكل واحد من الماتش عايزين نجري اكتر، الاحتكاك يبقى اكتر، بس يعني هو ممكن الليفل الماتشات بتبقى اعلى شويه، بتبقى الموضوع احسن شويه، لكن الماتشات كل معظمها يعني بالتدرج شويه واحده واحده عشان ترجع للفورمه القويه يعني. بس انا عارف يا كابتن احمد ما بيحبش يتكلم في بعض الامور، لكن امر مهم جدا، كنت بكلم عمرو جمال او بسجل معاه امبارح، بيقول لي كلمه صلي على الحبيب فتحي البيت لعيب، دي مش جايه من فراغ، احمد فتحي واحد من اعمده الرئيسيه في النادي الاهلي، بنستفيد منه بشكل كبير، لان انا كنت بساله كابتن احمد وكابتن عاشور وكل الكباتن الكبار بيتكلموا معاك في الفتره دي ازاي او مع اللعيبه، لان محتاجه خلق دوافع مستمره يا كابتن احمد، وجمهور النادي الاهلي بيبقى ليه مردود كبير قوي اما بينادي ان ده عليك في المدرج، ده بينعكس عليك ازاي يا كابتن احمد؟ لا مش انعكاس يعني، ما عندنا جمهور قوي وجمهور كبير، لكن في الاخر انا بلعب في نادي كبير، انت بتحاول تطلع كل اللي عندك، تأدي كل اللي عليك بما يرضي الله، وفي الاخر التوفيق من عند ربنا يعني، لكن خلق دوافع، لازم كل لعيب يخلق دوافع عشان يقدر يوصل لها يعني، كل واحد بيبقى عنده هدف، هدف بيخلص بيجي هدف اللي بعديه، ممكن تخفق مرة لكن كده ربنا يعوضك في حاجة تانية، لكن مش كل الأوقات هتبقى كويسة ولا كل الأوقات هتبقى وحشة، لكن في الآخر أنت بتعمل اللي عليك
وانا يعني من او احنا كفرقه او كلعيبه لازم كله يشتغل على النقطه دي، يعمل اللي عليك وفي الاخر التوفيق من عند ربنا يعني. لكن بس ما فيش حاجه اكتر من كده يعني. الجيم خلص كام النهارده مع صالح جمعه كابتن احمد؟ هو الصراحه صالح كسبان في كل ال... طب ليه يعني كسبان ثلاث ماتشات. تلعب بمين؟ مش بكاب العب بمين، هو ما محظوظ. مش محظوظ، هو بارد وانا انا مش بارد. هو بس هو انا ما بحبش العب العيال البرد الصراحه، هو بارد قوي يعني. لكن يعني لكن كسبته ثلاث ماتشات. سكور ولا 2-1 و3-1 الحاجات دي؟ لا يعني كسبته مره 2-1 3-1، هو يكسبني 4-1 3-1 3-0 2-0 2-1 وعمال يكسب الدقيقه 90. مش فاهم هو جاب الحظ ده كله منين، بس هو بارد يعني. وانا ما بحبش العب مع الناس البارد. طب بيلعب بمين؟ بيلعب بمين؟ هو بيلعب باي حاجه يعني. هو بيلعب يعني. لا هو مش بيلعب باي حاجه، لا هو مش باي حاجه يعني. يعني هو مش الدرجات دي يعني. الدرجات دي اه. لكن هو ساعات يعني العب انا بسيتي، هو يلعب بسيتي، هو يوفي انا العب باريس سان جيرمان كده يعني. عايز انتقل معاك لنقطه ثانيه والنقطه المهمه جدا، وهي مباراه المقاولون ومباراه الزمالك. اكيد الهدف هو 6 بونت مش 4 بونت بالنسبه لعيبه النادي الاهلي يعني. اكيد اللعيبه واكيد انت كابتن احمد ما بتقولوش عايزين نقطه من الماتش ده وثلاث نقاط من الماتش ده، هم ال 6 بونت اكيد دي الدوافع يا كابتن احمد، ودي اللي انتوا بتفكروا فيه. والله يبقى اكيد انت بتفكر، وانت عندك 6 بونت، لكن انت بتفكر في اول ماتش الاول، ماتش المقاولين ده اللي بتفكر فيه يعني. واكيد كل الفرقه تركيزها في اول ماتش يعني. ما بحبش اعدي ماتش عن ماتش، ممكن اول ماتش عندنا ماتش المقاولين، الماتش اللي بعديها يبقى الزمالك، نكسب الاول المقاولين ان شاء الله وناخد 3 بونت، نفكر بعد كده في الزمالك يعني. لكن في الاخر الهدف الكبير انك تاخد بطوله الدوري يعني. بس كابتن اسلام انا معاك، نسال سؤال للكابتن احمد فتحي لو حابب تسال يا كابتن اسلام. انا معاك كابتن احمد فتحي. كابتن طبعا كابتن يسالني في اسئله ما ممكن ما اردش عليها. كابتن يعني اسلام تقدر ما تردش؟ معسكر بس قول له تقدر ما تردش، قول له تقدر ما تردش. لا بيقول لك تقدر ما تردش. لا ما مش لو سالني في اسئله ممكن ما اعرفش ارد عليه، مش هعرف ارد عليه. معاك يا كابتن اسلام. معاك يا كابتن اسلام. ايه رايك في تاهل الجزائر النهارده؟ بيقول لك ايه رايك في تاهل الجزائر النهارده يا كابتن احمد؟ انا من اول ماتش لعبوا الجزائر قلت يلعبوا النهائي اول ماتش. عين برضو عين الصقر برضو. لا باينين يعني فرقه عندهم روح جامده جدا يا كابتن احمد. حاجه صحيح، حاجه جميله. بص انا يعني دايما مش اقول لك هو روح فريق، لا اوكي انا ممكن يكون عندي روح فريق وفريق بتلعب، لكن في الاخر هو مدرب ولعيبه، ولعيبه عايز تعمل حاجه. من اول ماتش كان مراتي كانت قاعده جنبي ساعتها، قلت لها الجزائر دي تلعب النهائي اول ماتش لعبوه. فهم فرقه بصراحه يعني وميزتهم اللي هم عندهم لعيبه كبيره، اسماء كبيره بالزبط. لكن كلهم بيحترموا مدرب واحد، دي الميزه يعني. انا عندي مدرب لعبت ضد جمال الماضي كتير، فلعبت في قطر فلعبت ضده، عارف شخصيته. كان ليا واحد صاحبي احمد معايا اتمرن معاه، فكان بيكلمني عليه. بس هو انا الراجل كان اصلا كابتن جمال الماضي كان قاعد معايا في نفس الكومباوند اللي انا قاعد فيه هناك في قطر. راجل محترم، عارف شغله، بيحب شغله، يعرف يقرب اللعيبه كده. كابتن احمد كل اللعيبه بتحبه يعني. انا صاحب احمد دوت راح اقعد معاه بيقول لك كل اللعيبه بتحبه، وهو بيقول لي احمد بيقول لي كل اللعيبه بتحبه، اللعيبه عايزه تعمل حاجه. قلت له احمد هم من اول ماتش باينين ان هم هتحس ان هم مختلفين، وتلاقي الدكه بره جامدين جدا، قاعدين بره ما فيش مشاكل، ما كلهم تحسهم روح واحده. دي في الاخر يعني انا دايما عندي مدرب فرقه 30 لعيب 40 لعيب 50 لعيب 60 لعيب، الفرقه بتحبه مدرب هتعمل ايه؟ يعني تعمل كل حاجه عشان مدرب. بالعكس يعني او العكس، فرقه ما بتحبش مدرب، ما بتحترمش المدرب، ده هتلاقي الموضوع صعب شويه. لكن هما فرقه منظمه، فرقه كويسه، عندهم لعيبه جامده، فرقه يعني محترمه الصراحه يعني. من احسن فرقه اتفرجت عليها السنه دي يعني. على ذكر المنتخبات ومنتخبنا الوطني، يمكن انت كابتن احمد مثلت مصر في كل البطولات يعني، اولمبياد، كاس عالم شباب، كاس عالم. مش عايز انسى حاجه لان بصراحه تاريخ مشرف جدا يا كابتن احمد. الاختيارات بالنسبه للفريق لمنتخب مصر، عندنا بعض العناصر، انا بخص النادي الاهلي، السؤال ده يمكن سالته لكل اللعيبه في النادي الاهلي، بعض اللعيبه لو كانت متواجده في المنتخب. بص انا مش هتكلم على اختيارات خالص، ولا هتكلم على منتخب، انا منتخبنا لا يعني في الاخر هو عدم توفيق ان احنا ما نوصلش، او وفقنا ان احنا كنا وصلنا. لكن انا مش هتكلم على المدرب اختار ولا ما اختارش، في الاخر هو المدرب ولازم نحترمه وجهه نظره، هو يختار اللعيبه ديت وجهه نظره الاصلح اللي هو كان يروح خلاص في الاخر، دي وجهه نظره يعني. كان مين اللي راح مين اللي ما راحش،
مش عايز اخوض في التجارب دي كلها، لكن في الاخر يعني ده رايه. ده كريم والنبي سال لي احمد كده من افضل باك رايت هو شايفه الخطه اللي عايزها، فخلاص يعني مش هنعيد ونزيد في موضوع منتهي عشان عندنا في مصر يكبروا الموضوع او يقللوا الموضوع. لا، هو لازم يبقى فيه وسط شويه في التعامل نفسه. يعني خلاص يعني ما ربنا ما كرمناش اللي احنا ما نوصلش نهائي على ارضنا، لكن هو توفيق. احنا في الجابون وصلنا مع مستر كوبر، وصلنا النهائي وكان كل الناس ورانا وهكذا. ربنا وفقنا ووصلنا كاس عالم. ربنا ما وفقناش في كاس عالم وحصل اخفاق في 3 ماتشات، لكن في الاخر انت عملت اللي عليك. يعني انت عملت 8 ماتش رجوي كويس جدا في كاس عالم، لكن في اخر في الدقيقه 88 دخل فيه جون وهكذا. روسيا حصل خطا مني وبعد كده جونين في دقيقتين. يعني دايما الناس بتبص بمنظور الكبير، لا الناس ما عملتش اللي عليها. لا، هو اكيد الناس كلها عملت اللي عليها، بس ممكن التوفيق طبعا بس ممكن كان يبقى في مثلا اصرار اكتر، ممكن يكون في دوافع اكتر، ممكن يكون في حاجات اكتر من اصل. يعني ولا هنلوم اللعيبه ولا هنلوم كذا، لا ما بحبش اللوم بعد الخساره دايما. يعني في الاخر زي ما انا قلت لك، عشان تاخد بطوله زي دي الحمد لله بفضل الله، يعني توفيق من عند ربنا. انا خدت 3 بطولات زي ديت قبل كده مع المنتخب الاول، وخدت بطوله مع منتخب الشباب مع الكابتن حسن برضو، كلهم مع الكابتن حسن شحاته. طبعا الكابتن حسن مختلف. الكابتن حسن كابتن حسن من اتمنى يكون موجود مدير فني يا احمد، بيلعب تحس انت مرتاح. انا بحس زي جمال بالماضي كده، انت سامع بقولك تتمنى يكون موجود مدير فني الفتره اللي جايه. انا من وجهه نظري يعني لو هو لو رشحوه طبعا هو اول واحد، مع احترامي يعني. اصل قبل كده الناس يقول لك كابتن حسن يعني لعب 3 بطولات وما و 3 بطولات لكن هو مثلا يعني ما مش مدرب، ما ينفعش يبقى مدرب. يعني وصلك 3 نهائيات وخدت 3 نهائيات، وانا الحمد لله بفضل الله وانا معايا مع منتخب الشباب اللي واخد بطوله افريقيا، وبعد كده ولعبك كرات عملت من احسن الماتشات اللي عملتها. مفيش توفيق في ماتش امريكا وما صعدتش. وصلك مع الجزائر ماتش فايز عشان تفوز كاس عالم. في الاخر مدرب تقييمه وحش، يبقى ده في خلل، في خلل في الناس اللي بتقيم، في خلل. كل واحد وجهه نظره، لكن لا يعني الراجل من الناس المحترمين، الناس المدربين الكويسين، مدرب بتتعامل معاه باريحيه، ما فيش تنشله، ما يضايقكش، بيخليك تعمل اللي عليه، بيحببك في المكان، حبيبك تروح المنتخب. هي دي ميزته الصراحه، يعني من المدربين الهايلين الصراحه. كابتن اسلام بيقول لك مين افضل باك رايت شفته في البطوله؟ لا عامه، لا في البطوله عامه جامد قوي. فين في مصر يعني عامه؟ ايه في البطوله؟ طب في البطوله باك رايت بتاع الجزائر اللي هو اتصاب ده، لعيب كويس قوي جدا. و كشريده هو احسن بصراحه، يعني احسن واحد اتفرجت عليه. يعني في كذا واحد كتير، يعني باك رايت بتاع كوت ديفوار مش وحش برضو، باك رايت نيجيريا كويس. لا يعني في كذا لعيب كويسين. يعني انا مش هطول عليكم، مش هطول اكيد على الكابتن اسلام، لكن كالعاده طبعا بناخد رساله من كابتننا الكبير الكابتن احمد لكل جمهور النادي الاهلي. الدوري ده مختلف والناس متعطشه، هنعمل اللي علينا اكيد واللعيبه هتجتهد. توفيق ان شاء الله يكون معانا كابتن احمد. لو بنقول رساله من خلال الكابتن اسلام ومن خلال قناه الاهلي تقول لكل الجمهور يا كابتن احمد. هو ما فيش دوري مختلف ودوري مش مختلف، يعني ما انا كل الدوريات بتبقى صعبه وسهله. يعني في الاخر في ماتشات احنا ممكن ضيعناها بسهوله. اخر ماتش الاسماعيلي كنا كاسبين 1 وتعادلنا، لكن ما فيش توفيق في الاخر في الماتش. لكن الماتشات كلها سهله وصعبه، والدوري سهل وصعب، لكن ولا مختلف ولا بتاع ولا ندي الدنيا اكبر حماد. الدنيا دايما مش عارف، الدنيا بتكبر تكبر تكبر وخلاص يعني على الفاضي، لكن في الاخر ما فيش اعتدال في اي حاجه. لكن هو دوري زي اي دوري، ما كناش صراحه في الدوري كله كويسين قوي. السنه دي كان في مشاكل كتيره جدا، الاجواء مش كويسه من اول السنه اللي فاتت، لكن في الاخر الحمد لله ربنا يعني مش دايما بياخد منك حاجه ويديك حاجه. لكن رساله اقول للناس، يعني ما فيش حد دايما بيبقى عايز يبقى مقصر او حد مش عايز يجتهد او حد، لا، او كل الناس عايزه تجتهد
وتعمل اللي عليها، لكن ساعات ما في توفيق ما فيش توفيق، في عوامل تانية كتيرة ساعات بيبقى غصب عن الواحد، ما فيش حد عايز يتغلب، ما فيش حد عايز يعمل خطأ، ما فيش حد عايز يعمل جريمة ضد فرقته يعني. بس لكن ان شاء الله يا رب يبقى الدوري لنا السنة دي والكاس لنا برضو، وربنا يكرمنا. وفي الاخر انا بقول سنة وعدت بمشاكلها بحاجات الحلوة اللي فيها، لكن السنة دي انا شايف ان الدنيا احسن شوية، احسن كتير يعني، مفيش مشاكل، مفيش حوارات كتيرة، مفيش كلام كتير، والدنيا هادية، عندنا جهاز فني محترم، عندنا لعيبة محترمة، عندنا لعيبة كويسة في كل مركز، 2-3 في كل مركز أحسن من بعض. أتمنى التوفيق ويكون ربنا موفقنا، دي أهم حاجة، ونتوكل على الله بداية الموسم الجديد يعني، أو نهاية الموسم القديم وبداية الموسم الجديد، مش فاهمين حاجة بس إن شاء الله نفهم قريب. لكن في الآخر يعني أتمنى التوفيق للفرقة وللنادية، وربنا يكرمنا الفترة اللي جاية إن شاء الله. أشكرك كابتن أحمد وسعداء بوجودك معنا وعلى سعة صدرك، ودايما موفق كابتن أحمد إن شاء الله بإذن الله. زي ما قال كابتن اسلام، كابتن احمد ما حدش فاهم حاجه فعلا زي ما انت قلت كمان يا كابتن اسلام. ان شاء الله بنتمنى الموسم اللي جاي يكون فيه كل حاجه مظبوطه، اتحاد الكره يكون في كل المباريات الدوري العام، يكون في جدول منتظم، لان النادي الاهلي بيمثل مصر في البطولات الافريقيه بالتحديد. بنشكر كابتن احمد من جديد، وبنشكرك كابتن اسلام، واسف على الاطاله، برجع لك الاستوديو كابتن اسلام. انا اللي بشكرك جدا يا كريم، ودايما متالق ودايما عامل حوارات رائعه الحقيقه كالعاده يعني، ودايما الله يكون في عونكم، انا عارف عاملين شغل جامد جدا هناك في اسبانيا، كل التوفيق، وان شاء الله تبقى كمان الكام فاضل كمان يومين ثلاثه دول يبقوا افضل كمان وافضل خلال اليومين ثلاثه اللي جايين. بشكرك جدا زميلنا كريم احمد، وطبعا انا كابتن احمد فتحي ما اعرفش خدتوا بالكم ولا يعني كمان انت خدت بالك ولا، هو حس بالاسئله اللي مصر كلها بتسالها، وبالتالي هو جاوب عليها في صوره منتخب الجزائر، عشان كده انا سالته ايه رايك في تأهل منتخب الجزائر، فقال لك عندهم مدرب كويس، عندهم لعيبة عايزين يعملوا كذا وكذا 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 يعني، طبعا لانه راجل محترم الحقيقه جدا احمد فتحي، فجاوب، وانا ما اعرفش طبعا هو قصده ولا مش قصده، بس انا بقول لك هو جاوب على اللي احنا او اللي الناس عايزاه من خلال كلامه عن المنتخب، افتقدناه اللي احنا كنا مفتقدينه، اللي احنا كنا مفتقدينه بالفعل، عشان كده كل الناس بتتكلم على هذا الموضوع. احنا افتقدنا بصراحه قائد زي احمد فتحي في المنتخب، يعني ده قالب به كوره، كلنا طالبنا بوجود احمد فتحي، وكلنا طالبنا بوجود محمد هاني والسوليه ورمضان صبحي وكهربا وعبد الله جمعه، ولكن خلاص فات الاوان على كل هذا الكلام، نعرف بس الاول اجيري هيكمل ولا مش هيكمل، ولا هتوصل ورقته ولا مش هتوصل ورقته. انا بشكرك جدا، في حاجه ثانيه عايز تقولها؟ التشكيل المثالي بس بتاع الجوله، التشكيل المثالي لمباراتين نص النهائي، اتفضل. في حراسه المرمى جوميز حارس منتخب السنغال، ايوه، تم اختياره عشان انقذ طبعا اثنين قدامنا التشكيل على الشاشه، انقذ اثنين من جوه داخل منطقه الجزاء، وانقذ ضربه جزاء، ضربه جزاء الاثنين المدافعين اموره اللي هو مدافع نيجيريا، وسليف سانيه اللي نزل بديل في السنغال ضمن تشكيل الجوله. الباك ليفت يوسف سبالي اللي احنا قلنا ان هو رغم ان هو باك ليفت لان هو عامل ثلاث محاولات على المرمى، جسامه هيجيب جون، كان هيجيب جون، جت في القائم جامد جدا، جون عالمي. والثاني جسامه اللي هو الباك اليمين برضو فاز ب 10 التحامات من 13، اذا الباكين ويعني اربعه من خط الدفاع، ثلاثه وحارس مرمى، اربعه من منتخب السنغال في التشكيله المثاليه ورا. في الثلاثه الارتكاز عدلان كاديورا نجم منتخب الجزائر، سافي اللي هو منتخب السنغال، واسماعيل بن ناصر منتخب الجزائر برضو. قدام وهب الخزري اكتر لاعب عامل كرات عرضيه في الجوله، عامل 13 كره عرضيه من منتخب تونس. يوسف البلايلي اكتر لاعب صانع فرص، عامل اربع فرص. رياض محرز احرز هدف وساهم في هدف، وبالتالي في منتخب الجزائر في 1-2-3-4 من منتخب الجزائر، منتخب السنغال 5-1-2-3-5 من منتخب السنغال، واربعه من الجزائر، وواحد من نيجيريا وواحد من تونس. تمام، ده اذا التشكيل المثالي للدور قبل النهائي، مباراتي الدور قبل النهائي. نتمنى يا رب ان شاء الله ان احنا تفوز الجزائر بهذه البطوله لتصبح بطوله عربيه على ارض مصريه عربيه. كل التوفيق للمنتخب الجزائري في هذه البطوله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور احمد. شكرا يا كابتن اسلام، وسعيد بتواجد مع حضرتك. القادم افضل، واتمنى ان شاء الله ان انت على المباراه القادمه عايزك تعمل لنا مقارنه ما بين واحد زي رياض محرز ونجوم الفرق، واحد زي ساديو ماني، واحد زي محمد صلاح، الناس تعرف برضو الفارق، على الرغم مثلا يعني ساديو ماني ورياض محرز هتبقى الموضوع قريبه لان هم وصلوا للنهائي زي بعض، محمد هيبقى بعيد شويه، فخلينا نتكلم في ساديو ماني ورياض محرز، ومعاهم مثلا
محمد صلاح عشان برضو نعرف ايه اللي قدمه عشان ناس كتيرة ظلمة. هناخد زاهب في كوت ديفوار، هناخد زاهب في كوت ديفوار بالظبط، في برضو في نيجيريا ايوبي نجم الارسنال، ناخد لعيبه الدوري الانجليزي نعمل تمام المقارنة. كل التوفيق ان شاء الله للمنتخبين سواء المنتخب السنغالي او الجزائري، احنا نتمنى طبعا المنتخب الجزائري ان يفوز بهذه البطوله. هنطلع فاصل او بلاش فاصل، خلينا نروح نشوف تقرير عن معسكر النادي الاهلي في اسبانيا وماذا يحدث في اسبانيا. زي ما شفت احمد فتحي مش قادر يتكلم، يعني مش قادر يفتح عينيه والله ولا قادر يتكلم. هنطلع نشوف تقرير عن معسكر النادي الاهلي في اسبانيا، بعد كده هنرجع نستقبل نجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن فتحي نصير، النجم الكبير الكابتن ماهر همام، النجم الكبير الكابتن محمد حشيش بعد هذا التقرير. رفع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حالة الطوارئ القصوى داخل معسكر الإعداد المقام في مدينة أليكانتي الإسبانية استعدادا لخوض مباراتي المقاولون العرب والزمالك في آخر جولات مسابقة الدوري. يقع معسكر الأهلي في مدينة أليكانتي الإسبانية بمنطقة تعد قلعة حصينة من الجبال وملاعب الجولف وبعيدة تماما عن أي تجمعات سكنية أو محال تجارية، وهو ما فرض حالة من التركيز الشديد، حيث اختار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة المعسكر بعناية فائقة ليضمن الالتزام الشديد من جانب الجميع. هو نفس المكان الذي استضاف معسكر منتخب السنغال قبل سفره مباشرة إلى القاهرة لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية. ركز الجهاز الفني على التدريبات البدنية الشاقة والتدرب على فترتين للوصول إلى أفضل مراحل الجاهزية بعد فترة راحة طويلة في وقت سابق. ولم تكن وسيلة الترفيه الوحيدة سوى تنس الطاولة والبلاي ستيشن قبل أن يلحق اللاعبون الدوليون بالمعسكر عقب وداع البطولة الإفريقية. وجه مارتي لاسارتي المدير الفني الأوروغواني للفريق رسالة للاعبين مؤكدا على أن الفوز بالبطولة ضرورة لا تراجع عنها، وأن الجماهير تترقب ما يقدمه الجميع خلال 180 دقيقة أمام المقاولون العرب والزمالك، وتعهد بأن يحصل الجميع على الفرصة في المشاركة، لكن سيكون ذلك متوازيا مع ظروف المباريات. وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن فتحي نصير. ازيك كابتن فتحي؟ شرف الله. الله نورك انت يا كابتن. الله يخليك يا كابتن. ايضا النجم الكبير كابتن ماهر همام. ازيك كابتن؟ كابتن سلام، مبارك ايه؟ اهلا بيك. تمام. اهلا بيك. النجم الكبير كابتن محمد حشيش. ازيك كابتن؟ ازيك يا سلام، عامل ايه؟ كله الحمد لله، كله تمام الحمد لله. اولا خلينا نبدا يا كابتن فتحي، انا عندي اصلي مشاكل، يعني انا كل مره يا كابتن اقول ايه، انا مش هتكلم على اتحاد الكوره، اطلع الاقي المدير المنتخب الكابتن إيهاب لهيطة طلع قال لك ايه؟ قال لك يا جماعه اجيري موجود في مصر وعقده شغال لانه ما وصلوش اي قرار باي حاجه. حضرتك مصدق الموضوع ده ولا مش مصدقه؟ بجد مش انا اللي قلت. لا ما انا فعلا الصحافه النهارده في صحافه كاتبه الكلام ده. طب يا كابتن على لسانه. طب هل ده يعني يعني بيخاطب انا يعني ممكن بعد كده نلاقي مثلا الماتش اللي جاي مثلا ان اجيري ماسك المنتخب زي ما هو ولا ايه؟ لا 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 مفيش حاجه زي كده. بس طبعا ده تكمله للتخبط وتكمله لعدم الاحترافيه. حتى الاحترافيه في اتخاذ القرار النهائي لانهاء خدمه مدرب معروف بقصته، او الاليه ان انا بنهي بيها العلاقة بين المدرب وبين البلد، يعني حاجة يعني طبعا
ده نوع من مش هقول قلة خبرة لأن هي الخبرة عندهم، لكن أنا بقول ده تخبط، ومش هقول برضو يعني استهزاء بعقول البشر اللي موجودين اللي بيسمعوا كده. لا مش هنقول كده. لا يعني ما نقدرش. لا مش هنقول، ما نقدرش على كلام، ما نقدرش نقول حاجه زي كده، لكن اقول هل دي تحصل؟ يعني طبعا انا ما صدقتهاش، بس مكتوبه بموضوع كبير يعني جريده. لو كلامنا غلط انا اسف يا كابتن معلش، ولو كلامنا غلط يعني يا ريت حد يطلع يقول لنا يا جماعه انتوا كلامكم غلط، احنا بعتنا له جواب هنبقى مبسوطين، بس هنقول يا جماعه احنا غلطانين واحنا نستاهل كل حاجه وحشه. بس نقول انا عايز اقول حاجه، انا يعني اول قرار اتاخد بعد خروج مصر المهندس هاني بوريده اقال الجهاز الفني بالكامل، وبعد كده قدم استقالته وطلب من الاعضاء يقدمه. دي ما كنتش هقولها. اه انت عارف يا كابتن فتحي يا كابتن ماهر يا كابتن حشيش، ان اتحاد كره القدم كان يحق له التراجع في الاستقاله لغايه النهارده، خلال اسبوع، خلال اسبوع. اه خلال اسبوع. تمام يعني لغايه لما الاسبوع عدى. مظبوط السبت. احنا بقينا لغايه لما الاسبوع عدى، لغايه لما الاسبوع عدى ما حدش قدم استقالته رسمي. صحيح ما حدش. ايوه يا كابتن، يعني ما حدش كتب استقاله، وتقريبا الكابتن شوبير بس اللي انا اعرفه، لكن رسميا ما حدش قدم استقالته. امال كلها على تويتر؟ كلها تويتر ولا صح؟ انا بس كنت انا بتاكد من الموضوع ده، هو بنسبه على الاقل 60-70% منهم ما عملش كده يعني. فلما الاسبوع عدى كان ممكن خلال الاسبوع اللي فات حد يطلع يقول لك انا مكمل على تويتر برضه او على. بس اللي عرفناه برضه اسلام ان الاستقالات اتقدمت لوزاره الشباب والرياضه. هات لي حاجه تقول كده. وزاره الشباب والرياضه بعتتها للمدير التنفيذي عشان لازم هو اللي يبعتها للاتحاد الدولي. عندي استعداد يا كابتن اطلع دايما غلطان، والله بجد ما عنديش مشكله خالص ان انا اطلع غلطان في حاجه، هطلع اقول يا جماعه انا غلطت في كذا وكذا وكذا، حد يطلع يقول لنا. هو فعلا كلامك صح، هو فيش يعني كل الكلام اللي سمعناه ده عن طريق الميديا، ما فيش حد متحدث رسمي طلع قال الاستقالات دلوقتي وصلت هنا واتخذت من هنا راحت هنا واتبعدت. هو عيب يا كابتن ماهر ان يطلع حد من اتحاد كره القدم، بلاش اللي هو ثروت، يعين الكابتن اكس متحدث، مش كابتن، الاستاذ اكس متحدث عن اتحاد كره القدم خلال هذه الفتره. صح طبعا، بحيث ان انا لما ببقى عايز يعني هشد في شعري عشان اعرف القائمه هتبقى كام، ولا المدير الفني ده استقال ولا ما استقال. يا عم انا بقول كلام كذب، يطلع يقول لي لا يا كابتن اسلام والله الكلام اللي انت بتقوله ده كلام كذب. ده دي اهم فتره اهم فتره انا اللي بقول ان يطلع فيها متحدث رسمي يتكلم. اهم فتره انا بقول، انا بقول لكم يعني ايه جزء من التخبط. ايه؟ اولا مجلس إدارة أي اتحاد لا يقدم الاستقالة للوزير المختص، بيقدم للمدير التنفيذي. صح. يعني مجلس إدارة الاتحاد لازم أقدم للمدير التنفيذي، لكن ما قدمش للوزير. الوزير. والمدير التنفيذي بدوره هو اللي يبقى. هو بعد كده اللي بيرفع، لأن الاتحاد الدولي علاقته بكرة القدم في مصر من خلال اتحاد الكورة. مظبوط. مش برئيس الاتحاد أو من المدير التنفيذي بتاع الاتحاد. صح. لكن ما لهوش دخل بالوزاره، يبقى تدخل حكومي. بالزبط. يبقى المفروض ما ابعتلوش. فانا ببعت ليه؟ وبعدين المدير التنفيذي بيختاروا للعلم، ويختار بعد كده المدير التنفيذي، لان اسم لما بتيجي انت بتلاقي كالندر بتاع دايركتور بتاع كل الاتحادات اللي في العالم بيقول لك رئيس الاتحاد مين، نائب رئيس الاتحاد مين، المدير التنفيذي مين. صحيح. دي مكتوبه في الكتيب. صح. صح. بتاع الاتحادات ال 208 دوله في العالم مكتوبين كده. اذا الاتحاد الدولي يخاطب هؤلاء الثلاثه، عشان المراسلات لازم تيجي باسم رئيس الاتحاد يا المدير التنفيذي، المدير التنفيذي او رئيس الاتحاد، هم دولت اللي يقدر يخاطبهم. صح. وبالتالي المدير التنفيذي ياخدها وبيخطر بيها الوزاره، ثم بزبط. يخطر بيها الاتحاد الدولي. مزبوط. لكن ما بيختارش يعني مش الوزاره هي اللي تجيب الورق للمدير التنفيذي. صحيح. ده برضه ثقافه ان انت اللي انت عارف ازاي تقدم استقاله. بالظبط. ما هيش معروفه. لسه اقول لك يعني انت مش عارف اللوائح، مش عارفين النظم. وبعدين ان يطلع واحد، لا وبعدين ده اللي هيقدم ده المفروض ان هو عضو في الاتحاد يعني، فاهم الكلام ده؟ انت عارف لوائحك. وبعدين سؤال انا بس حضرتك شرحت لنا الموضوع او الخطوات اللي بيتم اتخاذها واحده واحده، انما حصلت ولا لا؟ انت ما حصلتش يا كابتن. انا يا كابتن فتحي بقول اي كلام. بقول اي كلام، مش من المفترض ان يكون هناك حد. بالزبط. يعني دلوقتي انا لو طلعت قلت ايه يا جماعه النادي الاهلي جاب اكس من اللاعبين وانا غلطان،
مش هيطلع الاستاذ شريف فؤاد يرد عليا يقول لي ايه يا كابتن اسلام الكلام اللي حضرتك يعني فيما هو معروف يعني يا كابتن اسلام مش الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كلام مش مظبوط في 1 2 3 مش ده اللي احنا بنشوفه ده النظام يعني المؤسسي مره يا كابتن فتحي اشتغل صح يعني زي ما اسلام يعني بيقول انا بس يعني مش قصدي حاجه والله يا كابتن يعني مش قصدي حاجه خالص صح يعني انت كلامك اللي انت بتقول ده صح بس هذا الهدوء وهذا السكون ربما انا مش دفاعا عن اي حد او كده هم منتظرين ان البطوله تنتهي ممكن ويبقى فيه هدوء وما نتكلمش خالص لغايه ما البطوله تنتهي يوم الجمعه في نفس الوقت يرتبوا الاوراق جوه برضو لكن لابد ان برضو ادي رساله اطمئنان للميديا عندي او للناس المسؤولين عندي او للاعلام عندي او للانديه عندي او للمختصين عندي يا جماعه ان في مواضيع ايه او اي حاجه لكن ما تبقاش فجاه لان البطوله هتنتهي يوم الجمعه ما تجيليش يوم السبت تقول لي المواضيع دي كلها خلينا نروح للمهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه يا باشمهندس ازي حضرتك يا فندم ازي كابتن اسلام بمسي على حضرتك وعلى ضيوفك الكرام كابتن فتحي بيسلم على حضرتك كابتن ماهر امام الكابتن محمد حشيش بيسلموا على حضرتك حبيبي وكابتن امام يعني يا باشمهندس عايز اسال حضرتك سؤال مهم جدا هو وضع اتحاد كره القدم ايه حاليا؟ لا هو طبقا للوائح المدير التنفيذي لحين انعقاد اول جمعيه عموميه تمام الجمعيه العموميه هتكمل مده المجلس مفروض اللي هو ده اللائحه بتاعته كمل مده المجلس ده وبعد ما تنتهي مده المجلس يجي بقى تاني مجلس تاني يقضي الاربع سنين يعني مفروض يتم الدعوه الى انتخابات، الانتخابات تنتخب مجلس يكمل مده المجلس اللي هو تم يعني استقالته او استقاله بالكامل. نعم. لكن حق اداره ملف كره القدم هو حق اصيل للمدير التنفيذي ومعاه المدير المالي طبقا للائحه. تمام. طيب. هم يديروا اتحاد الكوره دلوقتي. طيب. باشمهندس احنا دلوقتي داخلين على بدايه موسم جديد يعني خلينا نتكلم على موسم جديد بلاش اللي احنا ايه اللي احنا فيه هل دلوقتي عند حضرتك وقت ان انت عارف القائمه 25 ولا 30 عارف ايه اللي هيحصل اللائحه بتاعه الموسم الجديد هتبقى عامله ازاي ولا لسه لم تظهر اي شيء لم يظهر اي شيء ما عرفتش اي حاجه محدش عارف حاجه انا سمعت النهارده ان هي 25/5 مواليد 1997 سمعت ذلك او نزل خبر على مواقع لا رسميا يا فندم نعم هل في حاجه جت رسمي للنادي لا للنادي لا رسمي لا لكن نزلت على المواقع ان ايه يا فندم هتبقى القايمه 25 و5 بتوليد 97 يعني 97 هتتلغي طيب بدايه من 99 يعني 97 هتتلغي طيب هل دلوقتي حضرتك مثلا خلينا نتكلم حضرتك عن نادي سموحه نادي سموحه مثلا عنده 35 لاعب هل انت عندك وقت دلوقتي حضرتك عرفت النهارده من المواقع لسه ما جاش للنادي رسمي هل حضرتك عرفت النهارده ان انت عندك 10 لاعبين مش هيبقوا في حسبان الكابتن حسام حسن مشكله اكيد مشكله هتعمل فيهم ايه يا فندم مشكله اللاعبين مش ببلاش لسه هتمشي ببلاش اللاعبين مزدحم باللاعبين المعروضين للبيع وهتضطر انديه تسيب اللاعبين بتوعها من غير ما تستفيد منهم ماديا. اكيد هتحصل حاله من الارتباك. اللاعب السوري و طبعا وشمال افريقيا هتحصل نوع من الارتباك وهتحصل نوع من الخسائر الماديه. نعم. طيب يعني شكل حضرتك تعبان يا باشمهندس. لا بالعكس انا معجزتك انا صاحي وفايق وكل حاجه. نسأل عن شمال افريقيا طيب ولاعيبه شمال افريقيا يا فندم ولاعيبه اللعيبه السوريين ده في لعيب من شمال افريقيا هيكون موجود وطبعا لاعب او فلسطيني بالاضافه الى الاربع اجانب ده غير اللاعب السوري كمان يا فندم مظبوط انا قلت لاعب سوري او فلسطيني حاجات رسمية مفيش ملامح عن اللجنه اللي وزائد ان في لاعب يكون من شمال افريقيا اللجنه بقت اربع لاعبين اجانب وطبعا عايز اقول لسيادتك حاجه هو دلوقتي المفروض يبقى في نوع من الشفافيه التامه بقى يعني يحصل نوع من الشفافيه التامه زي ما بتقول خطابات ترسل للانديه او هو المفروض الانديه تجتمع الوضع الطبيعي الانديه تجتمع وتناقش ايه المفروض يحصل
في عدد اللاعبين السنة القادمة. لازم يكون بناء على رغبة الأندية. العالم ده تبقى قواعد محددة تحطها الأندية المحترفة في الدوري الممتاز. زي ما قلت لسيادتك لازم يكون في رابطة أندية محترفة تدير الدوري الممتاز منفصلة عن اتحاد كرة القدم. اتحاد كرة القدم ممثل يعني. لكن اللجنة دي هي اللي تدير العملية الاحترافية وتكون بعيدة عن فرق الدرجة الثانية والثالثة إلى آخر هذا الكلام. ومراكز الشباب لأن المصالح متعارضة. مظبوط. مصالح متعارضة. واخد الأندية طبعا هي أدرى بظروفها. يعني أنت تتابع والأندية كلها صوت. العملية بالعكس. يعني المفروض ما تفرضش آراء على الأندية. الأندية هي اللي تحدد هي عارفة هي اللي بص الأندية تستثمر غير تحط فلوس وهي اللي بتكسب وهي اللي بتخسر وهي السلعة اللي بتجيب لك فلوس. يعني الأندية هي دون الأندية مفيش دوري. تمام. ما ينفعش إن حضرتك تفرض رأيك كاتحاد الكورة أو على الأندية، لازم تطلع بقرارات من الأندية. دي وجهة نظري. تمام، يعني أشكرك جدا يا باشمهندس على دائما الحقيقة بتثرينا بوجهة نظرك، أشكرك شكرا جزيلا المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة وعضو مجلس النواب. طيب على الجانب الآخر أيضا معانا واحد من الحقيقة العظماء في عالم الإدارة اللواء حرب الدهشوري أحد رؤساء اتحاد كرة القدم اللي شهدت مصر في عصره الحقيقة وقت رائع جدا في إدارة كرة القدم. سيادة اللواء إزاي حضرتك يا فندم؟ أهلا كابتن إسلام، إزاي؟ تحياتي كابتن فتحي، كابتن ماهر، كابتن محمد حشيش لحضرتك. اهلا اهلا بيك واهلا وسهلا. يعني سياده اللواء عايزين نعرف برضو من حضرتك ما هي خارطه الطريق خلال الفتره القادمه لاتحاد كره القدم؟ يعني لازم احنا هنشوف بقى هل في فعلا المجلس. الو بسمع حضرتك يا فندم، اتفضل. الو يا فندم. الو الو سيادة اللواء. طيب. ايوه انا معاك حضرتك. اتفضل يا فندم. الو البتاع فيه صوت جامد. طيب يا جماعه حاولوا تجيبوا لنا اللواء حرب الدهشوري مره ثانيه، من الواضح ان هناك مشكله في الصوت. معانا ولا في مشكله في الصوت؟ طيب حاولوا مره ثانيه. هو المهندس فرج عامر بيتكلم على كابتن ماهر، ما سمعتش صوتك النهارده. المهندس فرج عامر بيتكلم على ان بعض المواقع وبالتالي هو شيء غير رسمي ان 25 لاعب وخمسه من مواليد 97 بالظبط كده. وانت رديت عليك يا بني اسلام وقلت له يعني واللعيبه دي هتروح فين؟ لعيبه 97 لا رسميا، احنا هنستنى كمان رسميا نشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي. هو اتكلم ورد يعني من خلال اللائحه وقال المدير التنفيذي هو صاحب القرار الاول والاخير خلال الاجتماع بتاع الجمعيه العموميه وبعد كده الانتخابات. عايز اقول الشفافيه اللي اتكلم عليها فرج عامر، احنا مش شايفين ان في شفافيه بصراحه بقالنا سنين. يمكن الشفافيه دي لو كانت موجوده قبل كده اسلام كانت انقذتنا من حاجات كتيره جدا يعني. فانا عايز اقول كابتن مالش الخط رجع لنا مره ثانيه. نروح لسياده اللواء حرب الدهشوري. يا سياده اللواء ازي حضرتك؟ اتفضل. اهلا اهلا. اتفضل يا فندم. عايزين نعرف برضو من حضرتك خارطه الطريق للاتحاد المصري لكره القدم خلال الفتره اللي جايه من وجهه نظرك، وحضرتك كنت واحد من العظماء في هذا الموضوع. يعني هو خريطة طريق بيني وبينك ان احنا يعني احنا ولادنا ما كانوش مستعدين استعداد كامل. نعم. يعني مش عايزين نزعل منهم قوي لان احنا كل اللي فيها عملنا لهم مادتين حبي. كان زمان محمود الجوهري او المجموعه اللي كانت ماسكه شوقي غريب وكابتن حسن شحاته وي كانوا بيعملوا ماتشات بيقعدوا حوالي مثلا يلعبوا لا يقل عن مع 15 20 فرقه قبلها. وكان نمره واحد ادام انا داخل بنظم بطوله يبقى لازم زي ما دوله استعدت للبطوله وعملت جهد غير عادي كان مفروض من النواحي الفنيه كان لازم يبقى عندنا احتكاك كويس قوي. فبيني وبينك احتكاكنا ما كانش احتكاك على المستوى، هم ماتشين اتعملوا وماتشين ما اعرفش اتعملوا مع فرقه عباره عن ايه الفرقه. فدي كانت عامل رئيسي من العوامل. الحاجة الثانية ان مفروض الدولة دلوقتي طالما هي بتفكر ان قبلت استقالة المجلس مع كل الاحترام والتقدير المفروض انه نجهز نفسنا بقى لازم يبقى في تخطيط، والتخطيطات دي حصلت قبل كده كتير الحقيقة
يعني التخطيط لقطاع الناشئين، وقطاع الناشئين ولاد كبروا وبقوا مهيلين جدا، وجابوا بطولة كأس العالم، وجابوا ثالث كأس العالم، وجابوا نتائج حلوة جدا. 70% من نتائج المنتخب تحققت في ظل مجالس كانت موجودة، أخذ بالك؟ أيوة. الكلام ده لازم نعيده ثاني بقى، وننقي قيادات، ولما نيجي ننقي ناس على مستوى، يعني مع احترامي للكل، ننقي ناس لها تاريخ ولها 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 انطباق ولها ولها. انما احنا بيني وبينك يعني تعجلنا كده في حاجات كتير. طيب يا فندم، يعني حضرتك شايف ان اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم هو اللي هيكمل الثلاث شهور القادمه ده قانونا، القانون بيقول كده. لو حضرتك حابب توجه له نصيحه يعملها خلال الثلاث شهور اللي جاي دي، يعمل ايه في ظل ان احنا عندنا مثلا قوائم يجب ان يتم نعرف هم 25 ولا 30؟ هو لازم هو مع احترامي ليه راجل محترم وناس طيبين، هو راجل كويس، انما لازم يجيب جنبه حوالي 5 6 8 10 15 واحد يبقوا جنبه، ويقعد هو يشوف المطلوب منه ايه، المطلوب منه ايه. نعم. ويحقق هذا المطلوب من المجموعات، لكن مش هو اللي هيقول بقى والنبي هعمل والنبي هيعمل ايه، هيعمل ايه لوحده. هيعمل ايه الواحد؟ يعني حضرتك بتقول ان هو لازم يبقى المجموعه يبقى في تفكيرها انها تخطط لمستقبل كره القدم في مصر، نخطط لها ايه اللي هنقدر نعمله؟ ايه الفرق اللي هنقدر نبدا بيها؟ حاجات كده. مجموعه فنيه ولا اداريه يا فندم؟ لا اداريه دي نمره واحد، فنيه ما انا عندي 5000 مدرب. يعني حضرتك شايف ان هو يجيب 5 من الخبراء الاداريين الكبار. كل حاجه. انما لا مجموعه اداريه، كيف تستطيع ان تدير مشروع كره القدم الوافي، وكيف نخطط ليها، وكيف نعيد الامجاد اللي حصلت في مجالس كثيره قبل كده. وبعدين بقول لك احنا ظلمنا الاولاد دول، لان احنا عملنا لهم ماتشين حبيين مع فرقتين تعبانين قوي. محمود الجوهري كان بيعمل 20 و25 ماتش، بس كان بيجي على حساب الدوري شويه ساعتها. فن يا دوري ايه وبتاع ايه بقى؟ انت ساعتها بتنظر لمصلحه المنتخب. عندي تقول دوري. ايه دوري دي؟ ما الدوري ما احنا بنلعب 50,000 دوري اتعملوا قبل كده. يا دي نعمل الدوري بعد، نعمله بالاشبال، نعمله باي حاجه. لكن الفرقه اللي جايه تتشرفنا زي الحكومه ما شرفتنا وعملت الشغل الحلو والجامد الجميل ده، كان لازم برضه نعمل نفس هذه العمليه مع فرقه محترمه جدا قادره، اتعمل لها تخطيط ولعبت وفنيت بعض وفهموا بعض، لكن ما جيبش بقى من بره 3-4 جايين يا عيني غلابه ومخلصين من الدوري الاوروبي والدوري الامريكي والدوري اللي معرفش ازاي. ده يعني غلطنا في حق الاولاد برضه. يعني مش الغلط احنا، الغلط من الاولاد بقى ولادنا، لا غلط مننا. طيب يعني انا بشكر حضرتك. تقول ان كله يقول لك مدرب اجنبي ومدرب مصر. اجنبي ايه؟ المدرب المصري عمل نتائج من غير ما تفكر. مدرب المصري. المصري حسن شحاته وفلان 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 يجوا 3-4 جو غريب، والاولاد دول عملوا نتائج غير عاديه، ونتائج جبنا 7 بطولات على مستوى الافريقي، على افريقيا. ايوه. حصل ولا ما حصلش يا راجل؟ بس وصلنا كاس العالم مع مدرب اجنبي. حاجه اقول بقى والنبي اجيب اجنبي دلوقتي، اجنبي ايه دلوقتي؟ اجنبي ايه؟ اذا كان انا اذا كان الجوهري وحسن شحاته عملوا ب5-6 بطولات على الامم الافريقيه. ايوه. الوقت اخليني في اولادنا اللي عندنا هنا والناجحين واللي عملوا محصول كويس ده. بس انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا اللواء حرب الدهشوري رئيس الاتحاد المصري لكره القدم السابق والاسبق الحقيقه، يعني قال برضو كلام مهم، ومع ان يكون هناك مدير فني وطني، بس في نقطه وطني، في نقطه مهمه جدا يعني مع احترامي، الفريق اللي جاي ده ما بقاش فريق اداري. الاداره دي اي حد في الدنيا يعني ادار قبل كده عارفها. اتحاد الكره له طبيعه خاصه، عايز اداره فنيه تدير كره القدم في مصر، مش عايز واحد اداري عارف الاوراق دي رايحه فين لا. ولازم يبقى حد يا كابتن فتحي يا كابتن ماهر، حد من الناس اللي عندهم خبرات في هذا المجال، وعارف الفتره اللي فاتت كانت نقط الضعف فين، والمشاكل كانت بتيجي منين، والمجاملات كانت بتبقى فين، والمشاكل يعني مش عايز اتكلم اكتر من كده، بس لازم حد يبقى عارف القصه دي. والجانب الاداري، وبعدين يكمل الجانب الفني كمان في اداره الكوره بعد كده. انت دلوقتي عشان تصلح كره القدم في مصر مش عايز تبص للمنتخب بس، انت عايز تبص لقاعده الناشئين، فلازم ناس تيجي تبقى عارفه اداره
الناشئين قطاع الناشئين ده اللي هو بعد كده، لان انت مش هتصلح يا كابتن فتحي فيهم ليله. انت مش عايز تجيب واحد مدرب كويس يا مصري يا اجنبي للمنتخب للمجموعه اللي موجوده دلوقتي، لا انت عايز تهتم بقطاع الناشئين عشان بعد كده بعد 3 4 5 سنين يبقى عندك بقى قاعده ناشئين كبيره جدا، عندك فريق منتخبات قويه جدا تقدر توصلك ان انت تاخد بطوله افريقيه امم افريقيه مش في مصر بقى، تاخدها في اي حته وتخش كاس عالم وتعمل نتائج. يعني هي قصه مش ان انا احل الفتره الجايه عشان التصفيات اللي جايه، لا يبقى ما عملناش حاجه. انت عشان تحل بس دي الخطوه الاولى يا كابتن، يعني انا اقصد عشان الخطوه الاولى حلوه قوي، لو ما حلناش الخطوه الاولى يبقى ما فيش خطوات ثانيه، بس لازم يبقى بجانب الخطوه دي حد رؤيه يبتدي بقى يصلح، لان احنا بقى لنا فتره في المواضيع دي كده. ايوه احنا عايزين نصلح بقى من القاعده. شوف بعد اذنك يا كابتن. لا اتفضل يا كابتن. احنا كابتن حشيش على كلامك وكلام كابتن، احنا كنا عايشين في وهم اسمه كرة القدم عندنا، وهم الاحتراف اللي احنا كنا عايشين فيه وطايفين وحاسين ان احنا بهذا الاحتراف اللي هو اغتراف وليس احتراف، اغتراف مش احتراف، لان الاحتراف له اساسيات وده يبعد كل البعد عن ما هو احتراف. ما فيش احتراف عن ان نكون واقعيين، صحيح. نكون صراحة، نكون نقابل المشاكل بوضوح. ما فيش احتراف حتى في اللي كان مسؤول عن كرة القدم. مع احترامي لكل الإخوة، ناس كلهم أفاضل، ناس محترمين ماسكين الاتحاد، مشوا من الاتحاد لسبب من الأسباب. مفروض يكون هناك برامج وخطط لجان بتكمل وتخطيط الشغل. وشغل يمشي بيكمل الاحتراف اللي بنقول عليه ده، مش غير الاتحاد يا كابتن اسلام، هم ما يعرفوش انهم هيمشوا على انهم كانوا موجودين. ايه اللي كان هيتم لو كانوا هم موجودين دلوقتي بعد ان احنا وقت التسجيل؟ ايه اللي هيتم يوم 29 ل 31؟ ايه هم كانوا مخططين لايه؟ يعني ما بعد كده اللي احنا دلوقتي تايهين فيه، اللي انت دلوقتي بتفضل بتسأل كل واحد من الاخوة المسؤولين بتقول له هو التسجيل كام، هو التسجيل كده، يقول لك على المواقع. يا جماعة دي دولة وفي كورة وفي احتراف وفي شغل، مفروض ان الحاجات دي اصلا تكون موجودة. وده جزء من كل ايه؟ جزء من كل، يعني انا مخطط لخمس سنين قدام. الخمس سنين قدام دولت احنا جزء منهم. انا مشيت واحد هيجي يكمل معايا هو اللي هيسوق العربيه، لكن مش معنى ان انا وقفت يبقى خلاص الدنيا تقف وارجع اعيد من الاول. اعيد من الاول ازاي؟ امال فين الاول؟ يعني صح. يعني فين النهايه؟ فين التخطيط اللي هم اللي كان معمول عشان انا اكمله؟ مع احترامي مش بتروح تعرف اسلام، احنا عايزين اقول حاجه. اتفضل كابتن فتحي. مظبوط، احنا بقالنا 40 سنه كابتن فتحي في الجزئيه دي، احنا عندنا خفقات اداريه بقالنا 40 سنه وما بنتعلمش منها، وبعدين نبدا نعالجها نطلع نقول ان احنا خلاص صفحه جديده وهنبدا نجيب تخطيط ونجيب الكابتن طه اسماعيل ونجيب الكابتن عمرو ابو المجد عشان يخططوا لنا الكوره وكابتن فتحي نصير تمام. وبعد كده نفاجئ يا كابتن ان مفيش حاجه اتعملت، واخد بالك؟ ولا في استراتيجيه لمده سنه ولا ثلاث سنين ولا خمس سنين. يا كابتن احنا عايشين في الموال ده بقالنا 40 سنه يا كابتن. احنا حلوه. فاحنا دلوقتي يا كابتن في مشكله لازم نواجه فيها. انت بتتكلم حضرتك ان لازم يبقى في استراتيجيه للمدير التنفيذي يطلع يقول يا جماعه خلال الشغل اللي اتعمل في الخمس سنين اللي فاتوا بالنسبه لمجلس الاداره عندنا ما يلي: عندنا تخطيط لبرامج لقطاع الناشئين من كذا لكذا، عندنا مسابقات هتبدا من كذا لكذا، عندنا المنتخبات الناشئين هتبقى من كذا لكذا، هنبدا الموسم من كذا كذا، القدر الافريقي من كذا كذا. مفيش الكلام ده يا كابتن موجود. طب خلاص النهارده مفيش الكلام ده يا اسلام موجود. احنا عايزين نلعب ده كلها حاجات كده اسئله. عايزين نلعب الدوري 3 4 بالظبط، ده حاجات كده على المزاج. كويس على المزاج. اذا اين الاحتراف؟ بالظبط، مفيش احتراف. اذا احنا كنا عايشين في وهم، هو ده الوهم. والنتيجه دي اللي كشفته ان احنا لم نوفق في بطوله افريقيا لسبب من الاسباب، مش هنقول لان ماتشين وديين او ثلاثه وديين، برضو ده من سوء التخطيط ومن سوء التنظيم. احنا اهتمينا اكتر بان احنا عاوزين نكمل دوري، ما فكرناش في المنتخب، ما فكرناش جدي في المنتخب. وسمعنا كلام المدرب اللي هو جاي قال لا انا محتاج اسبوعين اتنين بس،
وقعدنا نفصل معاه في الاسبوعين. لا احنا لازم نعمل بص يا كابتن ماهر، انا رايي طول عمرنا باصين تحت رجلينا، يعني احنا مش باصين لقدام يا كابتن. عمرنا ما شفنا اتحاد كوره طالع علينا عنده لجنه تخطيط، عنده لجنه فنيه، عنده لجنه اداريه، واخد بالك كل واحد متخصص في شغلها، كل واحده عندها يعني استراتيجيه لتطوير كره القدم لمده 5 سنين. كانت ظهرت بقى في النقطه انا عندي برنامج اهو هكمله، هقول لحضرتك انا مسؤول عشان اكمل البرنامج مع كل الاشخاص عشان افكر في البرنامج. معلش ثانيه واحده، ممكن يكون كل ده موجود بس ما حدش بيطلع يقول بالظبط. لا انا عايز اقول لك حاجه، لا مفيش. انا عايز اقول لك بس حاجه، مشكله مصر كلها مش مشكله اتحاد الكوره بقى الاساسيه. احنا بالنسبه للكره المصريه زي ما كابتن فتحي قال، احنا كنا هواه، وفي فرق بين الهوايه والاحتراف. انت في شط كنت في الهوايه كنت متفوق وبتجيب بطولات وعارف قدر نفسك ان انت لسه على مستوى الهوايه. عشان توصل للاحتراف ده مشوار، ما ينفعش ان انت يعني تروح له في ثانيه. يا كابتن فتحي، اي حد اي مسؤول بيجي في مصر او اي حد مسك اتحاد الكوره ما عملش تخطيط ان على اساس سليم انه ينقل من الهوايه للاحتراف بكل الاسس واساسيات الاحتراف الكامله. هو عايز ينط النطه دي عشان المده اللي هو موجود فيها ان هو يبقى عمل انجاز. مفيش حد بيجي يعمل للبلد او لفتره كبيره عشان اللي بعده يكمل من اول من ساعه ما خلص يكمل. هو عايز يعمل انجاز عشان يبقى هو في عهده، عهد فلان الفلاني ده اللي في الاتحاد الكوره مثلا عمل كذا وكذا وكذا وكذا. الناس بتقعد بتعمل يعني المانيا اللي هي من العظماء في كره القدم، يعني جات لها فتره الكيرف وقع والدنيا كانت بايظه هناك. معلش هجيب بعد قعدوا 3-4-5 سنين السعوديه جنبنا، الامارات. ده انا بقول لك المانيا، والكابتن فتحي يعرف الكلام ده كويس. بس عشان وقتنا الناس اللي قريبين مننا يعني يهرب مننا الموضوع عايز 15 20 30 40 50 حلقه. حابب اقول انت جه نقفله وجيت حد تاني نقفله بكلام الكابتن. الاحتراف هم 5 نقط. تمام. لو احنا عندنا 5 نقط حد يرد عليا يقول لي بنعمله. نمره 1 اللاعب يكون محترف، موجود عندنا بس مش احتراف حقيقي. بالزبط. يعني اللاعب موظف واللاعب في الجيش واللاعب طالب. اذا ده مش احتراف، اذا مش احتراف. طيب الحكم لازم يكون محترف مش محترف، مش المدرب لازم يكون محترف مش محترف، لان المدرب بيتنقل من هنا لهنا 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 وعمالين بيتنقل. الطبيب لازم يكون محترف. المنظومه كلها داخل النادي، ميزانيه خالص النادي لازم تكون مؤسسه خاصه بميزانيه محترفه. ده موضوع كبير يا استاذ، موضوع كبير جدا. طالما الخمس حاجات دوت مش موجودين اذا ما عندناش احتراف، اذا ما عندناش كره قدم يبقى ما عندناش. بس هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم عن مباريات السنغال والاربع مباريات اللي اتلعبت النهارده من وجهه نظر محللنا الكبار، وبعد كده اخر 10 دقايق اخر شويه هنتكلم فيهم عن معسكر النادي الاهلي. نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نتكلم عن مباراه الدور قبل النهائي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن فتحي خليني ابدا بحضرتك، شفت ازاي المباريات اللي اتلعبت النهارده سواء السنغال وتونس او الجزائر ونيجيريا؟ كابتن سلام طبعا كان امبارح اتشرفنا كنا موجودين هنا وفي قناه الاهلي، ويمكن توقعنا ومش توقعناها بنضرب يعني مش بنضرب الوضع عشان نتوقع، لكن توقعناها بالعلم وبالفكر وبالدراسه. ان قلنا الجزائر مع نيجيريا هتعمل ايه، وتمنينا ان تونس تكون وسط، تمنينا انه حتى سالتني قلت لك التمني شيء والواقع شيء ثاني. فاحنا تمنينا تونس لكن الواقع كان السنغال، لان السنغال عندها قوه هجوميه منظمه قادره على انها تخلص المباراه في اي وقت، بعكس ان تونس فريق منظم دفاعيا لكن ينقصه الشراسه الهجوميه اللي يقدر يسجل فيها. وقلنا على ان تونس لعبت جميع مبارياتها بتاع المجموعه تعادلات، مفيش مكسب خالص، فنوع المكسب كان قليل، فده كان بالنسبه لتونس والسنغال. بالنسبه لنيجيريا والجزائر احنا رشحنا الجزائر، وقلنا الجزائر مرشحه كمان انها تاخد البطوله. ليه؟ لان فريق في القوام او فريق بطوله متكامل، لاعبين سواء
أجهزة فنية سواء مدير فني للمنتخب، فالفريق متكامل في عناصر وتحس فيه ده فرق بطولة قادرة على أنها تحصل البطولة، وفعلا فرق بطولة رغم أن كده ما بيتهزش أنه يخش فيه جول. دخل في الماتشات اللي لعبها لغاية دلوقتي الماتش السابع اللي هو جاي، في الست ماتشات دخل فيه هدفين اتنين بس، يعني إذن في منظم دفاعي وأكتر فرقة جابت جوال. طب الفرقه اللي بتجيب اجوال ويخش فيها اجوال يبقى لازم هالفرقه صح. تكسب، وزي ما بيقولوا الكره اجوال، وبالتالي هم قادرين. ويمكن اخر هدف اللي تسجل اللي هو في ماتش النجاح ده بيدل على كفاءه. واحنا دايما هنا كنا بنتكلم في الاستوديو من ايام ماتشات الدوري وكده الضربات الثابته وسر نجاح اي فرقه كتير اللي بيحل لك المشاكل والرغبات ولاي مواضيع الضربات الثابته. اظن الضربات الثابته النهارده قالت كلمتها ووصلت الجزائر للنهائي. تمام كابتن ماهر، يعني شفت تأهل السنغال على حساب تونس ازاي؟ بص اسلام، النهارده يعني تونس والسنغال يعني اداء متميز للفرقتين بشكل تكتيكي على اعلى مستوى. يعني السنغال احنا كنا مرشحين السنغال من بدايه البطوله ان هي من ضمن الفرق اللي هتوصل للنهائي، عندها 23 لعيب على اعلى مستوى. الشوط الاولاني كان في تفوق بالنسبه للسنغال بشكل كبير جدا يا كابتن فتحي، كابتن اسلام حشيش، يمكن ضاعت ممكن فرصه او فرصتين بالنسبه لهم. الشوط الثاني حصل تغيير كامل تكتيكي، انا بحيي فيه طبعا الان جريس اللي هو المدير الفني مع لاعبي تونس اللي بدات مستواه بيتغير من مرحله لمرحله. يمكن المرحله الاولانيه احنا ما كناش حاسين بالمنتخب التونسي، معظم مباراته كانت فيها شيء من التعادل، لكن المرحله الثانيه كانت مرحله انتقاليه يعني سببها المدير الفني. نعم واضح قوي ان هو خبراته عاليه جدا، واضح قوي انه عنده ثقه في ادائه بشكل جيد، درجه ان هو الشوط الثاني الشوط الاولاني كانت السنغال بتخترق اطراف تونس بشكل كبير جدا ومهدده يمكن دفاعات تونس. الشوط الثاني هو قرايته للشوط الاولاني قدر الشوط الثاني يلعب بطريقه فيها توازن في الثلاث خطوط، ومنها ان هو يقفل على مفاتيح اللعب في المسانده الدفاعيه لظهري الطرف، نجح فيها بشكل كبير جدا وقدر انه يرجع للمباراه في حته الاستحواذ وحته الروح القتاليه العاليه اللي احنا قلنا سمه من ضمن السمات اللي موجوده عليها الفرقه العربيه من بدايه المباراه. طبعا مرحله انتقاليه ضربه الجزاء اللي جت لتونس كانت ممكن تخلص على الجيم. انا شايف ان فرجاني ساسي دخل على الضربه مش بعادته، يعني كان لا ثقه زايده على طول، تحس ان في ثقه كده من فرجاني ساسي. معظم الضربات اللي كان بيأديها اسلام وبقوه فيها تركيز وبقوه فأداءه بالظبط، فيمكن ضياع ضربه الجزاء اثرت بشكل كبير جدا على المنتخب التونسي. وبعد كده حصل بقى طبعا تفوق للسنغال وضيعوا ضرب الجزاء برضه، لكن طبعا يمكن اللياقه البدنيه وزي ما قلت لك معظم لعيبه السنغال على اعلى مستوى واحترافهم في الدوري الاوروبي قدر ان هو يتفوق على تونس. لكن انا عايز احيي تونس من خلال الاداء اللي ظهروا بيه، الروح القتاليه العاليه اللي ظهرت بيها تونس من خلال هذه المباراه. لما نتنقل لمباراه الاصعب والاهم، مباراه الجزائر اللي احنا كلنا رشحنا الجزائر من بدايه كلامنا ان الجزائر هي يمكن الفرقه الوحيده العربيه اللي تقدر تكمل المشوار بتاعها للنهائي. النهارده الجزائر يمكن بيضربوا لنا مثل بقى كابتن اسلام الروح والجدعنه وحب الوطن، واخد بالك، والاداء اللي ادوا بيه لعيبه منتخب الجزائر وراهم مدرب واعد جمال بن ماضي من المدربين الاكفاء، بيشبهنا كده بالكابتن حسن الشحاته في الدورات السابقه وادائه المتميز. وعايز اقول للعيبه المحترفين يا كابتن فتحي يا حشيش، اثبتوا النهارده ان هم لعيبه يعني لهم باع كبير وسعرهم فعلا كبير. رياض محرز بيسجل هدف من اجمل الاهداف اللي موجوده في بطوله كاس الامم الافريقيه. نتمنى ان شاء الله انهم يكملوا المشوار مع المباراه النهائيه مع السنغال. وعايز اقول لك ان التوامه اللي بين الشعب الجزائري والجمهور المصري في المباراه السابقه يعني دي حاجه بتحسب لجمهور مصر ان هو
طول عمره ام الدنيا بتحتضن كل الاخوه العرب وكل الاخوه الافارقه. النهارده في ملحمه كبيره جدا بين الشعب الجزائري والشعب المصري في الوصول الى نهائي كاس الامم الافريقيه، ونتمنى ان شاء الله في المباراه النهائيه يفوز الجزائر في هذه البطوله. كابتن حشيش، الجزائر والسنغال المباراه النهائيه صعبه جدا للفريقين، افضل فريقين الحقيقه الكل رشح الجزائر والسنغال من اول البطوله. لما كنت اجي اسالك او اسال كابتن فتحي او اسال كابتن ماهر اي حد الحقيقه كنت بساله بعد اول ثلاث مباريات على الاقل الكل اجمع على المنتخب الجزائري والمنتخب السنغالي والباقي بقى كان بيتفاوت. من وجهه نظرك شايف المباراه دي ازاي؟ مباراه صعبه، مباراه هتبقى فيها شغل مهم وشغل كبير جدا، ولكن شايفها ازاي هذه المباراه؟ بص انا بس عايز اتكلم كلمه بصفه عامه كده عن البطوله دي. البطوله دي الحقيقه كانت بطوله عادله تماما من الناحيه الفنيه. الاحسن فنيا هو اللي دايما كان بيكسب وصاحب المجهود الاكتر، مفيش حد كسب بالصدفه. يعني الفرق اللي هي ما كانتش على المستوى المطلوب سواء من ناحيه الاداء او الجهد او الروح، وبالتحديد فرقه مصر كانت لازم تخرج من بدري برغم البطوله على الارض، وكان معها يعني الفرقه الوحيده اللي كان معاها عنصر الجمهور والارض، ومع ذلك خرجت لان هي ما كانتش على قد المستوى وكانت يمكن من اقل تستحق الخروج. يعني تستحق الخروج. بقيه الفرق كلها يعني بصراحه اللي كملت، احنا توقعنا اربع فرق او خمس فرق يكونوا في قبل النهائي، وفعلا كان من ضمنهم الاربعه اللي هم الجزائر والسنغال ونيجيريا وتونس. حتى في المباريات الاخيره في دور اللي احنا فيه دلوقتي فعلا الاحسن هو اللي كسب. يعني السنغال كانت مستواها خلال البطوله ثابت اكتر من تونس، تونس بدات بمستوى اقل ويعني لحت نفسها يمكن من مباراه دور ال 16 والمباراه الاخيره دي، انما السنغال كانت احسن. كذلك الجزائر ونيجيريا نفس القصه برضو كابتن فتحي. يعني نيجيريا برضو البدايات في الاول كنا قلنا لا، يعني يمكن ناس كثيره ما كانتش مرشحه نيجيريا انها تكمل، الا اما ابتدت من دور ال 16 بقى شفنا الماتشات خروج المغلوب، خروج المغلوب خلاص المغلوب مفيش بينت بقى الشكل بتاعها، انما قبل كده كانت اقل. الحقيقه الفرقه الوحيده اللي مستواها ثابت من اول صفاره حكم في دور المجموعات لغايه النهارده هي فرقه الجزائر. بتلعب بحماس، بتلعب بقوه، جهد كبير جدا عند اكتر فرقه عندها اقوى دكه بدلاء، عندها حلول فرديه وحلول جماعيه، بتلعب كره جماعيه وعلى مستوى الافراد حاجه عاليه جدا. في ناس عندها بتعمل الفارق زي ما شفنا النهارده، فاول من بره ممكن يوصل لبطوله. فالنهارده فرقه الجزائر تستحق وفرقه السنغال تستحق ان هم الاثنين يكونوا في النهائي. ومن المفارقات الغريبه ان الاثنين كانوا مجموعه واحده اللي هي المجموعه الثالثه، وكان معاهم تنزانيا وكينيا، وهم الاثنين يعني المجموعه دي ما طلعش منها توالت احسن توالت، وفي نفس الوقت احسن اثنين هم اللي بيلعبوا اللي هيوصلوا النهائي. طبعا لو نفتكر ماتشهم مع بعض في دوري الجزائر كسب 1-0، كانت مباراه فعلا فيها كوره وقويه. طبعا دور المجموعات 2008 مصر والكاميرون كنا في مجموعه واحده بالظبط، فكسبناها في اول الماتشات و4-1 في اول مجموعه ولعبنا معاها نهائي في كوماسي في غانا. طبعا طبعا المباراه بينهم وبين بعض دور المجموعات غير طبعا تماماً. الموضوع النهائي اللي هو 90 دقيقه بقى بتاعت البطوله. انا اعتقد ان الكفه في مصلحه الجزائر، كل المؤشرات وكل المعطيات، اللعيبه اللي موجوده في الملعب اصلا السنغال فرقه كويسه وعلى مستوى عالي، انما فرقه الجزائر متكامله زي ما قلنا. حارس مرمى، خط دفاع، خط نص، خط فرود، اكتر فرقه جابت اهداف. اتوقع انها ان شاء الله تكسب البطوله، وانا متوقع المباراه دي هتبقى مباراه قويه، انما الجزائر هتحسبها كويس. يعني ان شاء الله كل التوفيق طبعا للمنتخب الجزائري في مباراته القادمه في نهائي بطوله الامم الافريقيه. طيب اخيرا عشان احنا قدامنا بالظبط اقل من خمس دقائق كابتن فتحي، عايزين نتكلم عن معسكر النادي الاهلي في اسبانيا، معسكر مهم، معسكر الكل بيشيد بيه، كل اللاعبين كانوا معانا على القناه طوال الايام السابقه. من وجهة نظرك كيف استفاد مارتن لاسارتي من هذا المعسكر؟ هو استفاد ان احنا يعني ما سرحش مع الوقت، ما سرقوش ان هو احنا مشغولين هنا بالبطولة وكأس أمم أفريقيا والشغل اللي موجود هنا،
فبعت في مكان كويس. المكان اولا مكان فعلا مكان معسكر سليم، قدر يقرب للعيبة اكتر، مجموعة لعيبة كتير كان بيشوفهم هنا وقت التمرين، لكن هناك كان بيبقى فيه معايشة كاملة للعيبة طوال اليوم، نقول مثلا 24 ساعة وقت النوم بس اللي ممكن كل واحد بيروح غرفته، لكن الوقت ده كله قرب للعيبة، وده مهم جدا. صح. ان المدرب يقرب للعيبة، كل ما قرب المدرب للعيبة كل ما نجح، كل ما دخل قلب اللعيبة واللعيبة دخلوا قلبه، كل ما في ارتباط بقت في كيمياء بينهم، بقت في لغة العيون تتكلم، مش شرط ان انا اتكلم ببقي ان انا شايف اللاعب شكله ايه، فدي اكيد ان هو نجح بان هو ادى فرصة لكل اللعيبة اللي عنده. ولما بقول ان هو مش جرب جرب يعني ايه، هو بيرجع اللعيبة لفورمة المباريات على اساس انه هيرجع عنده ماتشين هنا ان شاء الله ينهي بيهم الموسم. تمام. كابتن ماهر، المباريات الودية 9-3 او مباريات ودية من الواضح ان هي كانت متدرجة، ايه راي حضرتك في هذا الموضوع؟ بكره او بعده هتبقى، بكره اعتقد هتبقى المباراه الاخيره. ما هو زي ما كابتن فتحي قال كده، انت اداريا اسلام نجحت بشكل كبير جدا، قرب اللعيبه للجهاز، وحتى اللعيبه تبدا تفهم ايه سيست الراجل وايه اللي في دماغه. من الناحيه الفنيه التدرج للمباراه الثلاثه بيدي لك طريقه اللعب بقى اللي الراجل هيرجع يلعب بيها، وخطه تنفيذها من ناحيه الدفاع والهجوم. والتدرج ده واضح جدا انك انت بتختار يعني فرق متوسطه فوق المتوسط، وبعدين فرق جيده هتفيدك في الاول والاخر في الهدف اللي انت جاي ليه، والهدف الاعلى بالنسبه لك اللي انت بتحلم بيه هو بطوله الدوري العام. عندك مباراتين هيبقوا يوم 24 مع المولين، المباراه الثانيه هيبقى يوم 28 مع نادي الزمالك. انا شايف المعسكر ده ناجح بنسبه كبيره جدا، اللعيبه هترجع لها الروح القتاليه العاليه اللي احنا تعودنا عليها، روح الفنانه الحمراء ان شاء الله هتبان من رجوعنا في بدايه المباراه الاولانيه مباراه المولين العرب، ودي بثلاث نقاط، ثم مباراه قطبي الاهلي والزمالك ودي برضك بثلاث نقاط، لان دي بطوله خاصه بالنسبه للنادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله بعد كده بنبارك للعيبه على بطوله الدوري العام وهم قادرين، لان لعيبه النادي الاهلي عندهم الشخصيه وعندهم الدوافع والاستنفار في المواقف اللي بتبدا تحتاج فيها اللعيبه بيبان معدن لعيبه النادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله التوفيق للمعسكر والعوده ان شاء الله لمصر عشان يحققوا لنا الهدف اللي احنا كلنا بنسعى ليه وبنستناه، وهو بطوله الدوري العام وبطوله بعد كده نفكر في اللي جاي. كابتن حشيش، اخيرا صفقات النادي الاهلي هذا الموسم التي تم الاعلان عنها، يعني رمضان صبحي مكمل، واليو ديانج المهاجم او لاعب خط وسط النادي الاهلي الحالي، ايه رايك في الصفقه دي؟ طبعا رمضان طبعا لعيب معروف ومهم جدا، شفنا تاثيره السنه اللي فاتت، واحنا كنا بنقول ان هو من الناس اللي اتظلمت انها تنضم لمنتخب مصر، كان ممكن يفرق مع منتخب مصر. مظبوط. اللعيب الجديد لسه ما يعني ما شفناهوش قوي، بس طبعا كل الناس اللي شافت بعض اللقطات ليه بيقولوا ان هو لعيب على مستوى عالي، النادي الاهلي محتاج الحته دي، واحنا بنثق طبعا في اختيارات النادي الاهلي. الحاجه الاهم اللي انا هقولها كده سريعه، طبعا انا منظر الاربع لعيبه بتوع منتخب مصر وهم داخلين المعسكر دي نقطه حلوه جدا جدا، لان كان ممكن قوي يقولوا ان يعني سيبوهم يرتاحوا شويه لغايه ما الثلاث ايام، ايه الداعي ان هم ثلاث ايام ورجع؟ انما هو ده النادي الاهلي وهو ده نظام النادي الاهلي وترتيب النادي الاهلي. نقطه مهمه جدا جدا عليها عامل تبين مدى كابتن فتحي كابتن ماهر مدى الانضباط في المعسكر ده، ان لعيبه المنتخب اربعه نفسيه متاثره بخروج مصر، اجهاد خلال الفتره اللي فاتت، ان هو ما يستناش ثلاث ايام انما يروحوا عشان حتى يقعدوا ثلاث ايام بس عشان ينضموا للمجموعه كلها، يبقى كلهم فرقه واحده. عايز بس ابلغ اللعيبه بس كلمه اخيره، ان هو هيبدا قدر انه هيبدا موسم جديد بنهايه موسم قبل كده، فان شاء الله باذن الله يعني يكلل تعبه السنه اللي فاتت طول الموسم ده ببطوله جديده تبقى يعني يعني يبتدي بيها ان شاء الله الموسم القادم، ودي تبقى بشره خير ان شاء الله باذن الله. يا رب كل التوفيق ايضا للنادي الاهلي في هذا الموسم.
او الموسم اللي فات او الموسم اللي يعني الموسمين مع بعض وخلاص. غرائب الزمن. اشكرك كابتن فتحي على وجودك معنا. شكرا جزيلا كابتن ماهر. شكرا جزيلا كابتن حشيش. اشكر حضراتكم. شكرا جزيلا. ان شاء الله احنا بكره مش موجودين مع حضراتكم, هيكون المهندس عبد القيعي والاستاذ ابراهيم منيس هيكونوا مع حضراتكم بكره في ملك وكتابه في نفس ميعاد برنامجنا. ان شاء الله نرجع مع حضراتكم مره اخرى يوم الثلاثاء القادم وحلقه جديده من كان 2019.